بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في الورشة دي حنتكلم عن Blood Transfusion Medicine. عموما احنا عارفين انه لما نقول Blood Transfusion Medicine فالحاجة اللي بتجي في بالنا انه شنو؟ انه Blood Transfusion Medicine مين اللي بركز على شنو؟ بركز على نقل الدم ونقل المكونات بتاعت الدم للشخص المحتاج. فإذا الترانسفيوجن ميديسين comprises of the blood and blood component transfusion. يعني ببساطة إحنا لما نقول blood transfusion medicine فالفكرة اللي حتخطر على بالنا إن شنو؟ إنه العمليات اللي بتحصل واللي الغرض الأساسي منها إنه نحن نعمل نقل للهول blood أو لمكون معين من مكونات البلد لشخص معين. وطبعا إحنا عارفين إنه البلد ده بيتحصل عليه من وين؟ من healthy human donor، يعني من بني آدم متبرع، ويكون إنسان طبعا من نفس species. وأهم حاجة إنه هو يكون healthy donor، يعني يكون سليم صحيا وما بيعاني من أي مشاكل، علشان نحن ما نعمل أي ضرر للدونر في حال إن هو ما كان سليم، أو للبيشن قمنا نقول له مرض من الدونر. فعشان كده إحنا بنختار suitable donor اللي هو healthy donor عشان نشيل منه الهول blood أو نشيل منه مكون معين من مكونات البلد. فإذن البلد transfusion هو عبارة عن شنو؟ process of transferring blood or blood component from one donor into the circulating system of the recipient. يعني إحنا لما نقول blood transfusion أو عملية نقل الدم، ببساطة القرض الفكرة اللي بتخطر على بالنا إنه نحن بنعمل نقل للhole blood أو لمكون معين من مكونات البلد من المتبرع اللي هو الدونر لل blood circulation system بتاع الrecipient أو البيشن. عموما من ضمن الحاجات المهمة شديد قبل ما نعمل كولكشن من الدونر انه طبعا نعمل الكومباتيبيليتي تيستين، نتأكد انه شنو؟ انه الدونر ده هو طبعا هيلثي، انه البلد انه هو كومباتيبل مع البيشن، تمام. وضف على ذلك انه شنو؟ انه نحن بعد ما نعمل كولكشن للبلد نتأكد انه شنو؟ انه البلد ده او المكون بتاعه اللي احنا عايزينه انه نحن عملنا له ستورج في شنو؟ في suitable condition. يعني لازم ان احنا نجي نعمل، لما نجي نعمل تخزين للبلد او للمكونات بتاعت البلد اللي تحصلنا عليهم من الدونر، نجي نعمل لهم تخزين في شنو؟ في ظروف معينة، في درجة حرارة معينة، ما في اي درجة حرارة، لانه احنا لو حفظنا البلد والمكونات بتاعته في اي درجة حرارة احنا في الحالة دي حنفقد القيمة بتاعت البلد ده، حنفقد القيمة بتاعت المكون المعني، فالبيشن ما حيستفيد منه في الحالة دي. عشان كده هما قالوا شنو؟ it is important to properly collect the blood from the donor, prepare its component if required, and store blood or blood components in a proper way, and transfuse in such a way to avoid any risks or hazards. يعني احنا من البداية قلنا من المهم شديد انه احنا نعمل نقل لشنو؟ لما نجي نعمل نقل لمكون معين او للهول blood، طبعا اذا احنا هنعمل نقل لمكون معين فلازم نحن نحضره بالطريقه المناسبه، ولما وكمان نجي نعمل تخزين في شنو؟ في suitable condition. بعد ذلك نجي نعمل نقل، وطبعا هنعمل الكومباتيبيليتي تيستين عشان نتجنب انه شنو؟ انه يحصل اي ريسك او انه يحصل اي عمليه بتاع transfusion reaction. نجي نتكلم عن الدونر سيليكشن اللي هو عملية اختيار الدونر بتم بناء على شنو؟ دونر سيليكشن is based on medical history and few routine physical examination. قالوا شنو؟ قالوا انه كونه انه نحن نجي نختار الدونر، ما بنختار اي دونر وخلاص، لا، بنختار بناء على شنو؟ بناء على medical history. بنشوف إنه الشخص ده هل بيعاني من مرض معين، والمرض ده شنو، هل بياخد في علاجات، العلاجات دي شنو، ونشوف إنه المرض المعني العلاجات اللي بياخدها حيأثر سلبا على البلد ترانسفيوجن ولا لا.
هو مثلا كان عنده مرض معين من قبل لي كم فت من قبل كم سنة أو كم شهر، عشان نشوف إنه هل الحاجة دي هتأثر في العملية بتاعت ال blood transfusion or not. وكمان الاختيار بتاع الدونر بيكون بناء على شنو برضو؟ في your routine physical examination. يعني إحنا بنعمل مجموعة معينة من شنو، من الphysical examination، زي إنه نحنا نعرف الوزن بتاع المتبرع، ال blood pressure بتاعه، درجة الحرارة، الهيموغلوبين، لأنه لو الحاجات دي فيها خلل، وزنه ما طبيعي، نازل شديد، البلد بريشر بتاعه ما مزبوط، درجة الحرارة ما مزبوطة، عنده فيفر، الهيموغلوبين، جينا عملنا له سي بي سي ولقينا انه الهيموغلوبين لو شديد، في الحالة دي احنا هنعمل ريجكشن للدونر وما هنشيل منه، لأنه في الحالة دي احنا لو شيلنا هنضره هو في المقام الأول قبل ما نضر البيشن. فعشان كده قالوا donor selection is based on medical history and few routine physical examination are done to know whether donor is suitable for donating blood. يعني هنا بنعمل بنشوف الميديكال هيستوري وبنعمل مجموعة معينة من الفيزيكال examination عشان نحدد انه هل الدونر ده ينفع للدونيشن، هل ينفع انه هو يتبرع ولا ما ينفع. فعموما الدونر قال should be healthy، لازم الدونر اللي احنا هنختاره لازم يكون سليم وصحته كويسة، ما عنده اي مشكلة. وعموما عندنا 3 انواع من الدونرز: الفولنتير والريبليسمنت والبروفيشنال. الفولنتير ده اللي بيمشي بتبرع بكامل ارادته، وكمان بتبرع بصورة تطوعية، يعني ما مستني مقابل ولا بيميز ما بين الناس اللي حيتبرع عليهم ولا لا. في حين انه الريبليسمنت ده الفاميليال، ده اللي بيمشي بتبرع لكن لشخص قريب له، يعني شخص من العائلة، واحد صاحبه، المهم انه هو بيعرف الشخص المعني. اما البروفيشنال ده اللي بيتبرع مقابل القروش، ما بيتبرع ساي. فاحنا بنحبز الفولنتير دونر، يعني الناس اللي بيمشوا بتبرعوا بصورة تطوعية بدون ما يركزوا على شنو، على انه الشخص ده بيعرفوه ولا لا، بدون ما يستنوا اي مقابل وكده. عموما قالوا شنو: it is important to know whether the patient has a history of disease like hepatitis, AIDS, syphilis and if so. يعني احنا لازم نتأكد انه المتبرع ده هل هو عنده امراض معينة، هل هو مثلا عنده history بتاعت hepatitis او عنده history بتاعت AIDS او syphilis. لانه لو الحاجات دي موجودة احنا من البداية هنقوم شنو، هنقوم نعمل ريجكشن للدونر. اذا الاختيار بتاع الدونر بيكون بناء على شنو، على الميديكال هيستوري وفيو فيزيكال اكزامينيشن. يعني احنا لازم نكون عارفين الهيستوري بتاع البيشنت، سوري الدونر، عارفين انه هل هو بيعاني من مرض معين لايك هيباتايتس او ايدز او سيفيليس وغيره. وكمان نعمل روتين فيزيكال اكزامينيشن اللي هو زي انه نحن نقيس الطول، نعرف البلود بريشر، نعرف التمبريتشر بتاعته كم، والهيموغلوبين. فعموم الحاجات دي احنا بنعملها مع بعض عشان نحدد ونشوف انه الدونر ده هو suitable for donation ولا لا. وقلنا انه في 3 انواع من الدونر: في واحد بيتبرع لله في الله ولأي شخص اللي هو ده الفولنتير، في واحد بيتبرع للناس اللي بيعرفهم بس وده الريبليسمنت او الفاميليال دونر، فواحد بتبرع عشان القروش اللي هو البروفيشنال. تمام؟ فاذا الدونر اللي احنا بنختاره لازم يكون هو هيلثي، صحته كويسه، ما عنده اي مشكله. والحاجه الثانيه انه نحن لازم نعرف ان الدونر ده هل هو عنده في الهيستوري بتاعه، هل بيعاني كان من مرض معين، بيعاني من ايدز، بيعاني من سيفاليس، او بيعاني من اي مرض ممكن ينتقل عن طريق البلد ترانسفيوجن ولا لا. تمام؟ كمان احنا بنعمل مجموعه من شنو، مجموعه من السكرينينج تيست عشان ناكد او ننفي انه الشخص ده عنده مرض، المتبرع ده هو عنده مرض معين ولا لا، وان المرض ده هل حينتقل للبيشن ولا لا، عشان من البدايه نحدد انه الدونر ده suitable for donation or not. نجي نتكلم بعد كده عن الكوليكشن بتاع البلود. Blood is collected under aseptic conditions using a sterile plastic bag with anticoagulant. احنا لما نجي نعمل كوليكشن للبلود من الدونر اللي لازم يكون طبعا هو healthy صحته كويسة ما عنده اي مشاكل،
بنيجي نعمل كوليكشن للبلوت في شنو في سبت كونديشن، يعني المكان اللي احنا هنعمل فيه الكوليكشن والغرفة بتاعت الكوليكشن يكون نظيف ومعقم معقم، ما فيه اي شنو، ما فيه اي سورس بتاع كونتامينيشن، تمام. وبنستخدم شنو، بنستخدم الباج، الباج لازم يكون بلاستيك باج واسترايل. ضيف على ذلك انه الباج لازم يحتوي عليه على شنو، على السوتبل انتي كواجلنت. حاليا الانتي كواجلنت اللي بيستخدموه في البلود باكس في بنوك الدم اللي هو شنو، اللي هو سيتريت فوسفيت ديكستروز ادينين. احنا لما نيجي نعمل كولكشن للبلود بنيجي نعمل شنو، ميكس، بنعمل خلط اللي شنو للبلود مع الانتي كواجلنت بصوره جنتلي، تمام. والكلام ده بيصور بيحصل بصوره بيريودكلي during this collection. يعني احنا لما نيجي نعمل collection للبلود من الدونر لازم يكون في شنو، في aseptic condition، يعني مكان معقم ما فيه اي source بتاع contamination. والحاجة الثانية انه بنستخدم sterile plastic bag وفيه الانتيكواجلنت المناسب، وحاليا قلنا بنستخدمه acetate phosphate dextrose adenine. acetate phosphate dextrose adenine اللي بيستخدموه حاليا كأنتيكواجيلنت، إحنا لما نجي نعمل كولكشن بنقوم بنعمل ميكس للبلوت مع الأنتيكواجيلنت بصورة جنتلي أثناء ما نحن بنعمل في الكولكشن بصورة دائمة. نجي نشوف الأنتيكواجيلنت بريزيرفتيف سوليوشن. عموما الأنتيكواجيلنت بريزيرفتيف سوليوشن اللي إحنا بنستخدمه واللي بيكون أصلا قاعد في البلوت باكس عنده وظيفتين أساسيين، الأنتيكواجيلنت وعندنا البريزيرفاتيف. الانتيكواجلنت وظيفته الاساسيه بريفنت كلوتين، يعني ده بيمنع انه يحصل كلوت فورميشن، لانه لو حصل كلوت فورميشن خلاص ما ينفع انه نحن نعمل نقل للبلود ده للريسيبينت. في حين انه البريزيرفاتيف الوظيفه بتاعته شنو، سبورت اند اكستند ذا لايف اوف ذا سيل، يعني هو بيعمل دعم للخلايا وبيزيد من شنو، من اللايف سبان بتاعه، بيحافظ لنا على البي اتش وذين النورمال ليميت، وكمان شنو بيشتغل كسورس of the nutrients for the red cells، يعني هو بيطول من عمر الخلايا اللي هي RBCs، وكمان بيحافظ لين على pH، وكمان بيشتغل كشنو، كمصدر بتاعة nutrients للRBCs. فعموما الفوليوم of the solution in the bag varies from 63 or 70 مل، يعني عموما كمية الانتيكواجلنت مع البريزيرفاتيف اللي بيكون موجود في الباك بيختلف، اللي هو بيكون حوالي مرة في باكس بتكون فيها 63 مل وفي باكس بتكون فيها 70 مل. فالنسبة بتاعت البلود اللي احنا هنعمل له كوليكشن في الباك بيختلف بناء على شنو، بناء على انه الباك فيه كم من شنو، من البريزيرفاتيف انتيكواجلنت سوليوشن. فاذا كان الباك فيه 63 مل من الانتيكواجلنت ده حيعمل لي شنو، حيعمل لي حفظ وبيدعم لي انه شنو، انه انا اعمل كولكشن لكمل من البلود اللي هو حوالي 450 مل او 495 كحد اقصى من المل من البلود. في حين انه الباقي اللي بيحتوي على 70 مل من الانتيكواجيلنت ده بيعمل لي حفظ لشنو، للبلود لكن كمل اللي هو 500 مل او 550 مل كحد اقصى. عموما احنا عندنا انواع مختلفه من الانتيكواجلنت بريزيرفاتيف سوليوشن اللي متوفر حاليا، واحنا عارفين انه الانتيكواجلنت وظيفته الاساسيه انه هو بيعمل منع لشنو، منع للكلوت فورميشن، في حين انه البريزيرفاتيف قلنا انه هو بيطول من عمر الخلايا، بيدعمها وبيديها النيوتريانتس، وكمان بيحفظ لنا على البي اتش. فالانتيكواجلنت بريزيرفاتيف سوليوشن اللي متوفره في انواع كثيره منها، عندنا السيتريت فوسفيت ديكستروز وده بيحافظ لي على البلوت لمدة 21 يوم، وكمان عندنا السيتريت فوسفيت ديكستروز أدينين 1 ده بيحافظ لي على البلوت لمدة 35 يوم. نجي نتكلم بعد كده عن الستورج اوف ذا بلوت. عموما احنا لو عندنا هول بلوت وعايزين نعمل له ستورج، ما عايزين نعمل ترانسفيوجن ايميديتلي، انما دايرين نحفظ البلوت، في الحالة دي احنا الهول بلود هنحفظه في الريفريجريتر في درجة حرارة 2-6 ديجري سنتيجريد. بعد ما تكلمنا عن البلود كوليكشن وعن الانتيكواجلنت بريزيرفاتيف سوليوشن نجي نتكلم عن البري دونيشن تشيك اب. نجي نشوف ما قبل الدونيشن، ما قبل ما انه يحصل تبرع للبلود، في مجموعة من التستات اللي احنا مفروض نعملها للدونر
وكمان مفروض نعمله لشنو للريسيبينت. فالدونر بنقوم نشيل منه بلط وبنعمل مجموعة من التستات بصورة روتينية، اللي هم شنو؟ أول حاجة بنشوف الـ ABO والـ RH جروبين، بنشوف المتبرع ده فصيلته شنو، والـ RH اللي هو الـ ABO بلط جروبين شنو، والـ RH جروبين بتاعه شنو. وكمان بنعمل مجموعة من الفيرال سكرينين تيست including hepatitis B surface antigen anti hepatitis C virus anti HIV 1 HIV 2 وكذلك بيقيسوا مستوى السيرم الانين امين ترانسفيرس. لكن الحاجة الثابتة يعني في اي معمل اللي هو بيعملوا viral screening للهيباتيتس B surface antigen ولل HIV وللهيباتيتس C. ضيف على ذلك انه نحن لازم نعرف انه الشخص ده هو عنده ملاريا ولا ما عنده، يعني لازم برضو نعمل نشوف الملاريا موجودة ولا لا، والسيفاليس برضو الفيرل اللي بيسبب السيفاليس لازم نحن نعمل له برضو شنو سكرينين. في حين انه الريسيبينت احنا بنعمل له شنو الـ ABO والـ RH blood groupين. نجي نتكلم بعد كده عن الكومباتيبيليتي تيستين او ما يعرف بالبري ترانسفيوجن تيستين. احنا ما قبل عملية نقل الدم بنعمل مجموعة من التستات اللي هو شنو قال before transfusion of any blood or its components it is essential to know whether they are compatible with the recipient's blood. This is achieved by performing a set of procedure known as compatibility testing. قال إنه قبل ما نحن نعمل نقل للبلد أو للمكونات بتاعته لازم إحنا نتأكد إنه البلد أو المكون المعني بتاعه مطابق مع الريسيبينت بلد أو نوت، لأنه بناء على الحاجة دي إحنا هنحدد إنه البلد ده هل إحنا هنعمله ترانسفيوجن للريسيبينت أو نوت. فالكلام ده اللي هو تحديد إنه البلد أو البلد كومبوننت بتاع الدونر هو compatible or not with the recipient blood بنحدده عن طريق اللي هو شنو طريق اسمها compatibility testing. compatibility testing عموما بتضمن لنا شنو؟ بتضمن لنا مجموعة من التستات. أول حاجة لما نيجي نعمل compatibility test لازم نشوف البيشن باست بلود بانك هيستوري اند ريكورد، يعني لازم نحن نعرف انه البيشن ده نقل له بلود قبل كده، ولو اتنقل متين والفترات الزمنيه اللي حصلت فيها البلود ترانسفيوجن. ضيف على ذلك انه شنو انه لازم نعرف الاي بي او والار اتش تايبين بالنسبه للريسيبينت والدونر. لازم نحن نعرف الاي بي او والار اتش بلود جروب للريسيبينت والدونر، لانه مثلا لو كان الريسيبينت A نيجاتيف والدونر A بوزيتيف انا من البدايه الدونر ده هعمل له ريجكشن، لانه ده حيدخل البيشن بمشاكل ليتر اون، حيدخل بمشاكل بتاع ترانسفيوجن رياكشن واحنا في غنى عن الحاجه دي. فبنقوم نعمل كروس على الدونر ده ونمشي نشوف حاجه دونر تاني. فعشان كده خطوه مبدئيه لازم نعرف الفصيله بتاعت البيشن والفصيله بتاعت الدونر. تاني على كده احنا بنعمل انتيبودي سكرينين للريسيبينت وللدونر. كونه نعمل الانتيبودي سكرينينج للدونر ده بكون في حالات معينه، يعني مثلا احنا عايزين نعمل نقل للبلازما، في الحاله دي بنقوم بنعمل انتيبودي سكرينينج لشنو للدونر سيرم، لانه البلازما ممكن يكون موجود فيه انتيبوديز، الانتيبوديز دي ضدها تكون في انتيجينات قاعده في شنو قاعده في البلط بتاع الريسيبينت، فاحنا قمنا ندخل الريسيبينت في مشاكل. عشان نتجنب الحاجه دي لازم نعرف الانتيبوديز دي شنو ونعمل الانتيبودي سكرينينج للسيرم. لكن الانتيبودي سكرينينج بالنسبه للريسيبينت ده اللي بيعملوه بصوره اكتر، لانه شنو ان في اغلبيه الحالات احنا بننقل شنو بننقل الهول بلود او بننقل مثلا ار بي سيز اللي هو الباكيت ار بي سيز وغيره. فعشان كده احنا بنعمل الريسيبينت لانه شنو لانه عايزين نشوف انه هل في انتيبوديز موجوده في البلازما بتاع الريسيبينت، الانتيبوديز دي اجينست ات بيكون في انتيجينات، الانتيجينات دي قاعده في الدونر سيل ولا لا. تاني على كده احنا بنعمل الكروس ماتشين، انه احنا نشيل اللي هو شنو بلود بتاع الدونر مع البلود بتاع الريسيبينت ونجي نعمل الكروس ماتشين نشوف انه هل في اجلوتينيشن في هيموليسيس ولا لا، لانه بناء على الحاجه دي احنا بنحدد انه الدونر البلود بتاعه كومباتبل مع الريسيبينت اور نوت.
نجي نتكلم عن الكروس ماتشين. الكروس ماتشين is very important before any blood transfusion، يعني من قبل ما نحن نعمل نقل لأي blood أو لأي مكون من مكونات البلد، لازم 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 نعمل الكروس ماتشين. الكروس ماتشين عموما الغرض الأساسي منه شنو؟ To ensure that there are no antibodies in the patient's serum that will react with the donor cells when transfused. يعني الغرض الأساسي من الكروس ماتشين إنه شنو؟ إنه نحن نضمن إنه البيشنت سيرم ما فيه أي antibodies، بحيث إنه الانتيبودز دي ما تتفاعل مع شنو؟ مع الدونر سيل. يعني غرض أساسي نتأكد إنه شنو؟ إنه البيشنت ما عنده شنو؟ ما عنده انتيبودز. الانتيبودز دي ما حد قمت تتفاعل مع شنو؟ مع الدونر سيل، وتقوم تعمل destruction لشنو؟ للدونر سيل. عشان نتجنب القصة دي من البداية ونضمن إنه القصة دي ما حتحصل، محتاجين إنه نحن نعمل الكروس ماتشين. فإذن الكروس ماتشين بيعتبر شنو؟ ال final check of the ABO compatibility between donor and recipient، يعني آخر خطوة، آخر حاجة إحنا بنعملها ما قبل الـ blood transfusion إنه نحنا نعمل الـ compatibility test أو الـ cross matching، تمام؟ عشان نتأكد إنه شنو؟ إنه الـ donor blood والـ recipient blood الاثنين compatible. تاني على كده من ضمن الأهمية بتاعت الـ cross matching شنو؟ It detects the presence of any clinically significant unexpected antibodies in the recipient serum that may react with donor cells thereby preventing any transfusion reaction. يعني بنلقي انه شنو؟ انه من ضمن الحاجات او من ضمن الاسباب اللي بتخلينا نقول انه الكروس ماتشين مهم شديد، انه هو بيعمل لنا ديتكشن لشنو؟ لانه هل في كلينيكال سيجنيفيكانت ان اكسبكتد انتيبوديز موجود في الريسيبينت سيرم ممكن يتفاعل لي مع الدونر سيل ويقوم يعمل لنا ترانسفيوجن رياكشن ولا لا. يعني احنا من الكروس ماتشين بنعرف انه هل في كلينيكال سيجنيفيكانت انتيبودي، يعني في انتيبوديز هي كلينيكال سيجنيفيكانت مهمه شديد ممكن تعمل لي مشاكل، بحيث انه الكلينيكال سيجنيفيكانت انتيبوديز دي لو موجوده في البيشنت سيرم ممكن تتفاعل لي مع شنو؟ مع الدونر سيل وتعمل استراكشر للدونر سيل. فاحنا بنعرف انه هل الكلينيكال سيجنيفيكانت ان اكسبكتد انتيبوديز في البيشنت سيرم موجود ولا لا، بناء عليه وحنحدد انه الدونر ده ينفع نشيل البلوت بتاعه ونديه للريسيبينت ولا ما بينفع. لانه لو ما بينفع معناه انه شنو؟ انه في انتيبوديز ان اكسبكتد انتيبوديز، الانتيبوديز دي قاعده في شنو؟ في البيشن سيركيوليشن، وكمان عندها انتيجينات، الانتيجينات دي قاعده في الدونر سيل هتقوم تعمل ديستركشن. فاحنا الكلام ده ما حنعرفه بالاحساس ولا تخيلات، إنما بشنو؟ إنما إنه نحن نعمل الكروس ماتشين، نيجي نعمل الكروس ماتشين ونيجي نعاين under microscope، نعمل confirmation by microscope إنه هل في الخلايا دي مفرقة وماخدة راحتها ولا هي متجمعة وحاصل لها agglutination. لأنه لو حاصل لها agglutination under microscope خلاص معناه إحنا هنعمل rejection لشنو؟ لا الدونر طوالي. لو ما في الاجلوتينيشن، ما في الخلايا دي فري قاعد فري، بالنهايه دي حنعمل اكسبت للدونر وحنعمل ترانسفيوجن، والترانسفيوجن حيتم بصوره سيف غالبا. نجي نتكلم بعد كده عن الانواع بتاع الكروس ماتشين. الكروس ماتشين عموما احنا بنعمله ايذر ميجر كروس ماتشين اور ماينر كروس ماتشين. الميجر كروس ماتشين احنا في حالته بنقوم بنعمل ميكس لشنو؟ للدونر ريد بلسس مع شنو؟ مع البيشن او الريسيبينت سيرم. بالعكس هو الصحيح في الحاله بتاعت الماينر. في الماينر احنا بنعمل ميكس للبيشن ريد سوس مع الدونر سيرم. طبعا في تقسيم تاني للكروس ماتشين اللي هو لارجنت واردينري. الاردينري والارجنت بناء على شنو؟ بناء على الزمن. يعني في الاوردينري احنا بناخد راحتنا في الشغل، وبنلقى انه البيشن اصلا ما مستعجل لشنو؟ لا البلوت ترانسفيوجن. يعني مثلا في زول عنده عمليه بعد اسبوع او اسبوعين من الان، فاحنا لما نيجي نعمل كروس ماتشين بنزيد الانكيوبيشن تايم. والانكيوبيشن تايم في الحاله بتاعه الاوردينري ممكن يصل لساعه ساعه ونص كده. يعني في حين انه في الارجنت كروس ماتشين هنا بنلقى انه الحاله مستعجله شديد، والبيشن ده حالته خطيرة وما بيستحمل أي تأخير. فعشان كده بنقلل من الزمن بتاع
اللي هو شنو الكروس ماتشين. بنقوم نخلي الانكيوبيشن تايم حوالي ربع ساعة عشان نلحق البيشن. فلما نجي نتكلم عن البروسيدر بالنسبة للميجر كروس ماتشين، فأبسط طريقة إنه نحنا بنكون عندنا دراي كلين تيست تيوب عاملين فيه ليبل أصلاً أوردي، بنقوم بندخل فيه وان دروب من شنو من البيشن سيرم، بنقوم بنضيف له الوان دروب من البيشن سيرم، بنضيف له وان دروب من شنو من 5% saline suspension of donor red cells. يعني بنضيف وان دروب من البيشن سيرم مع وان دروب من شنو من ال RBC suspension بتاع الدونر. بعد ذلك بنجي نعمل ميكس ويل ونعمل incubation في درجة حرارة 37 لمدة 30 دقيقة مثلا، او ممكن احنا نزيد الزمن او نقلله بناء على شنو على السيتويشن بتاعنا او السيتويشن بتاع البيشن. بعد ما نتم الانكيوبيشن بريود بنيجي نعمل سنترفيوجيشن بسرعة معينة لمدة دقيقة واحدة. بعد ذلك بنيجي نعمل اكزامينيشن ونشوف انه هل في اجلوتينيشن، هل في هيموليسيس بالعين المجردة وبيشنو تحت المجهر. لو انا جيت شفتها بالعين المجردة ولقيت انه في اجلوتينيشن واضح بصورة واضحة شديد او في هيموليسيس، خلاص من البداية ده احنا هنقول انه الدونر ده انكمباتبل. لكن لو شفتها بالعين المجردة لقيت انه في اداني احساس انه في كومباتبيليتي، لكن برضو ما حقول انه كومباتبل ما لم انه انا مش هتأكد اندر مايكروسكوب ولقى الخلايا دي ما في اي اجلوتينيشن. اذا الميجر كروس ماتشين ابسط طريقة انه نحن بنشيل من البيشن سيرم وان دروب وبنقوم بنضيف له وان دروب من الدونر سيل. بعد ذلك بنجي نعمل انكيوبيشن ميكس ويل طبعا، وبنجي نعمل انكيوبيشن لمدة 15-30 دقيقة او لساعة او لساعة ونص على حسب الحالة بتاعت البيشن. بعد ذلك بنعمل سنترفيوجيشن ونجي نقرأ نشوف انه هل في اجلوتينيشن ولا ما في. فلما نجي للانتربريتيشن بتاع الريزلت في الحالة بتاعت الميجر كروس ماتشين، طبعا اذا ما كان في اي اجلوتينيشن ولا كان فيه هيموليسيس وتأكدت من الكلام ده بينه مشاهد شفت اندر مايكروسكوب، خلاص في الحالة دي حقول انه البلد ده كومباتبل يعني سيف بالنسبة للبيشن. تاني جيت عينتها عملت اجلوتينيشن لعينة بتاعت بيشن مع دونر سيل، لقيت انه كان في اجلوتينيشن او كان في هيموليسيس، ده خلاص معناه انه في عدم تطابق يعني في ميس ماتشين. ذات مين انه شنو انه الدونر ده ما ينفع للبيشن. يعني انا من البداية هعمل ريجكشن لشنو لا الدونر المعني. بعد كده عندنا الماينر كروس ماتشين. الماينر كروس ماتشين فكرته برضو او البروسيدر بتاعته بنفس الطريقة بتاعت الميجر، بس الاختلاف في شنو في العينات، لانه نحن هنعكس العينات. بنقوم بنشيل شنو وان دروب من الدونر سيرم مع وان دروب من شنو من البيشن سيل. بعد ذلك بنعمل انكيوبيشن بدرجة حرارة 37 لمدة 30 دقيقة او زمن بيختلف زي ما قلنا. بعد ذلك بنعمل سنترفيوجيشن ونيجي نقرأ نشوف انه هل في اجلوتينيشن ولا لا. طبعا بعد ما انه نحن عملنا الكروس ماتشين اثناء البلد ترانسفيوجن لازم انه نحن نراقب البيشن، نشوف البيشن ده اثناء الترانسفيوجن ونشوف العينات بتاعته ما قبل وما بعد الترانسفيوجن، خصوصا لو كان البيشن اثناء الترانسفيوجن اشتكى من حاجه معينه وقمنا وقفنا البلد ترانسفيوجن. في الحاله دي طبعا احنا بنعمل مجموعه من الخطوات، يعني بنرجع لشنو بنرجع للعينات القديمه، بنمشي نعمل بنتأكد من الفصيلة تاني للبيشن وللدونر وبنفس العين القديمة وبعين جديدة برضو، وبنشوف التغيرات الحاصلة في الكلر بتاع العينات دي وكده. بعد كده نجي نتكلم عن البلود كومبوننتس. عموما طبعا حاليا في خيار انه نحن نعمل شنو نعمل بريبريشن لمكون معين من مكونات البلود، سواء كان انه نحن نشيل الهول بلود ومن ثم من الهول بلود نجي نعمله separation ل different component، أو عن طريق إنه نحنا نشيل من الدونر whole blood ومن whole blood نشيل المكون اللي إحنا عايزينه ونرجع باقي المكونات للblood circulation بتاع الدونر. فعشان كده قال شون it is possible to separate different components of the blood from a single unit of whole blood. يعني حاليا قلنا إنه شنو بيجي عندنا خيار إنه نحنا نعمل فصل للblood ل different component من شنو من وحدة واحدة بتاعت whole blood. الحاجة دي بتفيدنا في شنو؟ بتفيدنا في انه نحنا من one unit
او سينجل يونيتي بتاع هالبوت ممكن نعمل يعني سيف لحياة شنو لحياة كمية من البيشن. يعني احنا ممكن نعاني ونحفظ حياة كمية من البيشن جست بهول بلود. واحد مثلا بيكون محتاج كان لبليتلتس، فاحنا عملنا فصل للهول بلود لبليتلتس. فواحد كان محتاج لبلازما قمنا اديناه بلازما، فواحد كان محتاج لباكيت ار بي سيز فقمنا اديناه باكيت ار بي سيز. الكلام ده كله كان من هول بلود، جست سينجل هول بلود يونيت. فعشان كده قال انه شنو ذيس كومبوننتس كان بي يوزد انديفيديوالي تو هيلب مور ذان وان بيشنت وذ ميني بيربس. Thus, red cells can be transfused to anemic patient and plasma for apparent patient. يعني إحنا ممكن نعمل نقل ليه شنو؟ نعمل نقل ليه الباكيت RBCs لبيشن عنده أنيميا. يعني زول اللي عنده أنيميا ده أصلا بيعاني من مشكلة بتاعت RBCs، فحنقوم نديه الباكيت RBCs. بيشن يتعرض لحريق وفقد كمية كبيرة من البلازما، حنقوم نديه البلازما عشان يعوض النقص الحاصل. ضف على ذلك إنه شنو الكلام ده، طبعا احنا كونه انه نحن نعمل نقل للمكون المحتاج البيشن فقط، ده بساعدنا وبيخلينا نضمن انه شنو انه نحن عملنا نقل لشنو للحاجه اللي محتاجها البيشن بدون ما نقعد ندخل في مشاكل تانية. فعموما في مكونات مختلفه حاليا متوفره عندنا، الريد سيل كونسنتريت او ما يعرف بالباكيت ار بي سيز، عندنا البليتلت كونسنتريت، كذلك البلازما والفريش فروزن بلازما والكرايوبريسيبتات، كذلك الليكوسايد ريديوست ريد بلسس واشت ار بي سيز وفروزن ريد بلسس. طبعا في انواع كثيره 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 من البلود ترانسفير من البلود كومبوننتس غير ذي. كمان نجي نشوف الكومبوننت بريبريشن، انه نحن كيف بنعمل بريبريشن لمكون معين من مكونات البلود. Component preparation begins with centrifugation of the whole blood unit. This centrifugation provides the primary separation of the red cells and plasma. The centrifuge should be calibrated to provide an optimum cellular concentration. يعني هم قالوا إنه شنو؟ قالوا إنه نحنا الخطوة الأولى في العملية بتاعت الcomponent preparation كونه نحنا عايزين نحضر مكون معين من مكونات البلد. فأول خطوة إنه نحنا نعمل centrifugation. ليش شنو لا الهول بلود السنترفيوجيشن ده بيعمل لنا فصل مبدئي بصوره اوليه ليش شنو لا الهول بلود انتو ذا ريد بلاد سيلز وبلازما. وطبعا السنترفيوجيشن لازم يحصل بسرعه معينه وفي زمن معين، فالسنترفيوج ده احنا لازم نعمل له ضبط بحيث انه نحن نستخدم السرعه المناسبه وفي ولمده زمنيه معينه مناسبه برضو. فزي ما قلنا انه نحن لازم نعمل كالبريشن ادجستمنت وضبط لشنو ضبط للسرعه للسرعه بتاعت السنترفيوج اللي هو في الاوبتيمم سباين تايم والسبيد. يعني لازم السرعه تكون مضبوطه للسبيد تمام اللي هو الاوبتيمم سبين سبيد، وكذلك الاوبتيمم سبين تايم يعني زمن والسرعه يكونوا مضبوطين عشان نضمن انه شنو انه الفصل بتاع كل مكون يحصل بصورة شنو بصورة بيرفكت. وكذلك لازم نتأكد من الريفيوليشن بير مينيت، لازم نتأكد انه شنو انه السرعة مضبوطة كل فترة تمام. واضف على ذلك انه شنو انه حاليا البنك يعني او اي بنك ده مفروض يكون فيه شنو يكون فيه حكاية بتاعت كواليتي كنترول، يعني الكلام يحصل بصورة منظمة وشغل يكون بصورة مجودة، ونعمل كواليتي كنترول لما نجي نعمل تحضير لشنو لأي مكون من مكونات البلد. طبعا كونه انه نحن يكون عندنا نظام بتاع كواليتي كنترول، الحاجة دي بتضمن انه شنو انه التحضير بتاعنا حيكون بصورة صحيحة، وحنحضر اكبر قدر ممكن من كل مكون، حنتحصل على شنو على اعلى كمية من شنو من كل مكون احنا عايزينه. بنلاقي انه لما يحصل البرايمري سيبريشن الار بي سيز بتكون قاعده في البوتوم بتاع الباك، في حين انه البلازما والبليتلتس بيكونوا قاعدين في الطب بتاع الباك. اذا في القاع حيكون موجودين البلازما والبليتلتس، بينما اسفل الباك حيكون شنو حيكون عباره عن ار بي سيز، اما فوق للباك حيكون عباره عن بلازما وبليتلتس. احنا
احنا قلنا عندنا مجموعة من شو، مجموعة من البلوت كومبوننتس اللي ممكن نحضرهم وكذا. ومن ضمن البلوت كومبوننتس اللي ممكن نتحصل على اللي هو الريد سيل كونسنتريت او ما يعرف بيه الباكيت ريد سيل ريد بلسس. الباكيت ريد بلسس او الريد سيل كونسنتريت قال انه نحن بنتحصل عليه عن طريق شنو؟ عن طريق انه نحن نعمل سنترفيوجيشن او سيدمنتيشن لشنو؟ للهول بلوت. وبعد ذاك البلازما بنقوم نعمل لها ترانسفيوجن في انذر باك. يعني احنا بنعمل فصل للهول بلود لباكيت ريد بلسس والبلازما. البلازما بنقوم بنوديها في شنو؟ في باك تانية، والباكيت باكيت ريد بلسس بنحتفظ بيه في الباك المعني. الريد سيل كونسنتريت ده احنا بنقوم بنعمل له تخزين لو ما عايزين نعمل نقل immediately، بنقوم نعمل له تخزين طبعا في كونديشن معين اللي هو في الريفريجريتر، في شنو؟ في كولد كولد روم، وفي درجة حرارة 2 ل 4 ديجري سنتيجريد. وعموما الريد سيل كونسنتريت ممكن يقعد لنا لمدة شنو؟ لمدة شهر اللي هو حوالي 30 يوم. اذا الريد سيل كونسنتريت بنتحصل عليه عن طريق سنترفيوجيشن او سيدمنتيشن للهول بلود انتو ذا بلازما اند ريد سيل باكيت. يعني الريد سيل باكيت ده بكون قاعد في الباك والبلازما بيمشي لباك تاني. ضف على ذلك انه نحن الهول سوري الباكيت ريد سيل بنعمل له ستورج في شنو؟ في الريفريجريتر في درجة حرارة 2-4 ديجري سنتيجريد، وهو كمان بيقعد في شنو؟ في الكونديشن ده لمدة شهر. طيب احنا متين بنعمل نقل للبيشن ونقوم نديه شنو؟ نديه الريد سيل كونسنتريت. قال انه شنو؟ انه الار بي سيز او الباكيت ريد سيل are useful in patients who require the increase RBCs mass. يعني احنا بندي شنو؟ بندي الباكيت ريد سيل لما شنو؟ لما يكون البيشن محتاج انه نحن نزيد له RBCs mass. يعني هو عنده نقص في RBCs فعايزين نزيد RBCs mass، تمام؟ اللي هو يعني مثلا بيشن عنده انيميا like البيض الثلاسيميا ميجر، السيكل سيل انيميا، الابلاستيك انيميا، او اي نوع من السيفير انيميا. يعني مثلا الناس اللي بيكونوا عندهم سيكل سيل انيميا او بيض الثلاسيميا ديل حيكون عندهم مشاكل دائما بتاعت انيميا، وكمان المشاكل اللي هي شنو؟ مورثه، يعني ما هي مكتسبه بحيث ان احنا نعالجها والموضوع يبقى عادي. يعني لا، ديل عمرهم كلهم كده بيكونوا معتمدين على البلود ترانسفيوجن، ريجولر بلود ترانسفيوجن. كذلك برضو ان اديشن لحالات الانيميا احنا بنعمل نقل للار بي سيز برضو في حالة انه كان شخص عنده كارديك فيلير. وبرضو في حالة انه البيشن كان عنده هايبوفوليميا ديو تو هيموريج. يعني في بيشن كان حصل له نزيف وبسبب النزيف حصل شنو؟ حصل ديكريز في البودي فلويدز اللي هو حصل هايبوفوليميا. كذلك في حالة انه حصل blood loss during surgery، يعني في بيشن دخل في عملية جراحية وفقد كمية كبيرة من البلد، فهنا في الحالة دي حنقوم نديه برضو الريد سيل كونسنتريت. عندنا تاني البليتلت كونسنتريت. البليتلت كونسنتريت عموما احنا ممكن نتحصل عليه من متبرع واحد بس او من شنو؟ او من بوليت بلازما. عموما البليتلتس زي ما قلنا ممكن نتحصل عليهم من متبرع واحد عن طريق البليتلت افريزس. يعني احنا بنقصد بالبليتلت افريزس شنو؟ انه نحنا نعمل بجهاز معين بنقوم نشيل الهول بلود كله بيجي، وبنقوم بنفصل البلود وبنتحصل على المكون اللي احنا عايزينه فقط اللي هو البليتلتس. بعد ذلك بنرجع باقي المكونات لشمل البلود سيركيليشن بتاع الدونر. فده اللي بيحصل بالحالة بتاعت انه ونحن عايزين بليتلت من متبرع واحد فقط، اللي هو بنقوم نعمل بليتلت افريزس، بنشيل المكون اللي احنا عايزينه اللي هو البليتلت ونرجع باقي المكونات للبلود سيركيليشن بتاع الدونر. عموما البليتلت كونسنتريت احنا بنحافظ عليه او بنعمل له تخزين في درجة حرارة 20-24 ديجري سنتيجريد. كمان البليتلت كونسنتريت ما بيعيش لفترة زمنية طويلة، بيعيش فقط لمدة 5 ايام. بعد الخمس ايام بيكون valueless، ما بيكون عنده اي قيمة. دفع على ذلك انه شنو؟ عموما احنا عارفين انه البليتلتس هي عندها الابيو انتيجينز في السيرفس بتاعها، لكن ما عندها شنو؟ ما عندها الارتش انتيجين. لكن برضو احنا لما نجي نعمل ترانسفيوجن ل
بليتلتس لبيشن، البيشن ده هو ار اتش نيجاتيف، فاحنا في الحاله دي لازم نديه بليتلتس من شنو، من ار اتش نيجاتيف دونر، لانه لو ما عملنا كده احنا هندخل البيشن في ترانسفيوجن رياكشن، لانه هيحصل انكومباتيبيليتي بسبب شنو، بسبب انه البيشن هو لاك للار اتش انتيجين، وقمنا نقلنا له من زول هو شنو، هو ار اتش بوزيتيف. دي زي مثلا احنا نقلنا هول بلد ممكن يحصل الكلام ده. لكن عموما برضو عشان نتجنب اي مشكله من البدايه، انت البيشن ده هو ار اتش نيجاتيف، تقوم تديه ار اتش نيجاتيف حتى لو انت هتعمل نقل لشنو، ليه بليتلت كونسنتريت. الانديكيشن او نحن متين بندي البليتلت كونسنتريت اللي هو في حاله شنو، بليدنج ديو تو ثرومبوسايتوبينيا اور ابنورمال بليتلت فانكشن اور ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيليشن. يعني احنا بننقل البلوت سوري البليتلت كونسنتريت للبيشن 200 لما يكون هو عنده بليدين، يعني عنده نزيف، النزيف ده سببه بشنو؟ انه في ثرومبوسايتوبينيا. لما جينا عملنا البليتلت كاونت لقينا انه البليتلت كاونت بتاع البيشن كان اقل من 20,000، فده لو شديد. في الحاله دي البليتلتس موجوده بكميات بسيطه شديد وما قدرت تؤدي الوظيفه المطلوبه منها اللي هي انها تعمل استوب للبليدين وتساعد في البلوت فورميشن، فهي الحاجه دي ما حتقدر تعملها لانه اعدادها ما كافيه. فاحنا بنقوم نديه شنو، ندي للبيشن البليتلتس عشان نحل المشكله دي. ضيف على ذلك انه شنو، انه مرات بيحصل بليدين نتيجه اللي انه في ابنورمال بليتلت فانكشن، يعني البليتلت دي ما قدرت تؤدي الوظيفه المطلوبه منها. يعني مثلا في حالات بنلاقي انه بيكون في ديفيشنسي في الجلايكوبروتين 1B او 2B او NA اللي هو مجموعه من الجلايكوبروتين، او ممكن نقول سيرفيس جلايك بروتين، يعني عبارة عن ريسبتورز بتكون قاعدة في البليتلتس، عندها دور في البليتلتس ادهيشن وفي البليتلت اجريجريشن. فإذا كان الريسبتورز المستقبلات دي ما كانت موجودة في البليتلت أو موجودة بكميات بسيطة شديد، في الحالة دي البليتلتس ما حتكون قادرة تأدي الوظيفة المطلوبة منها، فبالتالي الشخص ده لما يتعرض لبليدين ما حيكون قادر إنه يكون الكلوت ويمنع الكلوت فورم البليدين، يمنع البلود لوس. فعشان كده مرات بيحصل اللي هو بليدين نتيجة لأنه البليتلت ما قادرة تأدي الوظيفة المطلوبة منها. فعشان كده بنقوم نعمل نقل للبيشن، نقوم نقول له شنو، نقول له بليتلت كونسنتريت، يعني بليتلت من دونر هيلثي ما فيه أي مشكلة، البليتلت اللي احنا حنقول له دي قادرة إنها تأدي الوظيفة المطلوبة منها. وكذلك في الحالة بتاعت الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيليشن اللي هو هنا بنلقى إنه بيكون في حالة بتاعت فورميشن للكلوت او الثرومبس في المايكرو سيركوليشن. تكوين الكلوت بيحصل بصوره عشوائيه في اي مكان وفي اي زمان، والكلام ده بيؤدي لانه يحصل استهلاك للبليتلتس وللكواجيليشن فاكتورز. فاستهلاك البليتلتس ده بدور بيؤدي لانه يحصل شنو، انه لما يحصل بليدين جسم ما حيكون قادر يوقف البليدين. ليه؟ لانه ما في بليتلتس. فاحنا بنقوم بندي البيشن ده شنو، بليتلتس، عشان نحل المشكله دي. برضو طبعا بيصايد البليتلتس بده coagulation factors في شكل بتاع cryoprecipitate مثلا او في شكل بتاع fresh frozen plasma كده. يعني عندنا تاني البلازما. البلازما اصلا احنا بنعمل لها separation من شنو، من ال RBCs، بينه نحن نعمل centrifugation للhole blood. يعني بيكون عندنا الhole blood بنعمل له centrifugation، بنقوم نتحصل للبلازما، بنتحصل على بلازما وعلى RBCs. ضف على ذلك انه شنو، ال RBCs اللي توصلت دي بيتم استخدامها كبكت ريد سيل اللي هو مثلا بتقول ايبيشن عنده انيميا او عنده كارديك فيلير زي ما قلنا. تاني على كده انه البلازما بيقوموا بيدوه ايبيشن مثلا عنده شنو، فقد كميه كبيره من الفلويدز نتيجه لانه في كان اكستنسيف بيرنس، يعني شخص تعرض لحروق وحروق كانت بدرجه خطيره شديد. فهو في الحالة دي بيكون فقد كمية كبيرة من البلازما وفقد كمية كبيرة من البلازما بروتينز، فبنقوم بنعوض الفقد الحاصل بينه نحن نعمل له نقل لشمل البلازما. كذلك عندنا الفريش فروزن بلازما. الفريش فروزن بلازما ببساطة ده عبارة عن البلازما، احنا بعد ما عملنا centrifugation للهول بلد وقمنا تحصلنا على الRBCs، مع الRBCs تحصلنا على البلازما. البلازما اللي تحصلنا عليها دي بتكون اصلا قاعده في الباكس طبعا اللي هو في الانتيكوجولنت بريزرفاتيف
بنقوم نعمل له فريزين يعني بنجمده بصورة مباشرة immediately في درجة حرارة شنو ماينس 20 ماينس 2 تمام. وكمان بنلاقي إنه الفريش فروزن بلازما لما إحنا نحفظه في ماينس 2 immediately الكلام ده بيخلينا إنه نحنا نتحصل على أكبر قدر ممكن من شنو من اللابايل والنون لابايل كلوتين فاكتر. وعموما الفريش فروزن بلازما ممكن يقعد لمدة سنة كاملة. إذن الفريش فروزن بلازما هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن البلازما اللي تحصلنا عليها من شنو من فصل الهول بلود اللي شنو اللي RBCs والبلازما. البلازما اللي تحصلنا عليها دي immediately بنعمل لها شنو تخزين في درجة حرارة شنو أو تجميد في درجة حرارة ماينس 2. قلنا لما نجي نعمل تجميد للبلازما في ماينس 2 الكلام ده بساعدنا في إنه نحنا نحتفظ على أكبر قدر ممكن من شنو من اللابايل والنن لابايل coagulation factors. وقلنا إنه الفريش فروزن بلازما بيقعد معانا لمدة سنة كاملة. إحنا متين بنعمل نقل لشنو لفريش فروزن بلازما لبيشن اللي هو لما يكون في مثلا عندنا بيشن هو بياخد في أنتي كوغيلان دركس ربي يعني مثلا بياخد في كومارين دركس من العائلة بتاعت الكومارين زي الوارفرين. وكذلك بيشن عنده أنتي ثرومبين ديفيشنسي أو بيشن عنده ليبر ديسيز أو بيشن عنده فيتامين كي ديفيشنسي أو بيشن عنده ثرومباتيك ثرومبوسايتوبينيك بربيوريا أو بيشن عنده دي آي سي. طبعا ناس الدي آي سي وناس الثرومباتيك ثرومبوسايتوبينيك بربيوريا الاثنين بيعانوا مشكلة بتاعت إنه في نقص في الكواجيليشن فاكتر. فإحنا بنعوض النقص ده بإنه نحن نديهم فريش فروزن بلازما اللي بيكون غني بشنو اللي بيكون غني بالكواجيليشن فاكتورز. كذلك في الحالة بتاعت الفيتامين كي ديفيشنسي بنلقي انه شنو انه شخص لما يكون عنده نقص في الفيتامين ده بيكون في نقص في شنو في الكواجليشن فاكتور اللي هو الفيتامين كي ديبندنت كواجليشن فاكتور اللي هو ناس فاكتور 10 او 9 او 7 او 2 وبروتين سي واس. كذلك في الحالة بتاعت الليفر ديسيز بنلقي انه طبعا الليفر هو شنو هو المصنع الاساسي للكواجليشن فاكتور. فلما يكون في ليفر ديسيز يبقى معناه شنو يبقى معناه انه المصنع بتاع الكواجليشن فاكتور فيه مشكلة. يبقى الليفر ما حيكون قادر يصنع الكواجليشن فاكتور فالشخص حيكون عنده شنو حيكون عنده نقص في الكواجليشن فاكتور. ولما يحصل له بليدين ما حيكون قادر يعمل ايقاف للبليدين. عشان كده بنديه فريش فروزن بلازما اللي حيعوضه عن النقص الحاصل بتاع الكواجليشن فاكتور. عندنا ثاني الكرايو برسيبتيتد انتي هيموفيليك فاكتور. الكرايو برسيبتيتد انتي هيموفيليك فاكتور ده شنو ده عباره عن شنو قال it is a called insoluble portion of the plasma that precipitated when fresh frozen plasma thawed between 1 to 6 degrees centigrade. يعني احنا لما يكون عندنا fresh frozen plasma ونقوم نعمل له إذابة في شنو في درجة حرارة تتراوح ما بين الواحد والست درجة سنتيغريد ده اللي احنا بنسميه الكرايو برسيبتيت. يعني الكرايو برسيبتيت عبارة عن الفريش فروزن بلازما لما نجي نعمل له إذابة في درجة حرارة معينة اللي هو واحد لست درجة سنتيغريد. وبنلقي انه شنو انه الكرايو برسيبتيت بيحتوي له على شنو على مجموعة من الكواجليشن فاكتر اللي هم فاكتر 8 وفاكتر 13 والفون ويل براون فاكتر والفيبرينوجين. ومن ضمن الفاكتور ديل احنا بنعرف الانديكيشن. يعني مثلا احنا بنعمل نقل للكرايو برسيبتيت في حالة انه شخص كان عنده شنو كان عنده هيموفيليا بالتحديد الهيموفيليا ايه لانه في الهيموفيليا ايه بيكون في نقص في فاكتور 8. كذلك الشخص اللي بيكون عنده ديفشنسي في فاكتور 13 او شخص اللي عنده فون ويل براون ديسيز او شخص مثلا عنده اي فيبرينوجينيميا او هايبو فيبرينوجينيميا او ديس فيبرينوجينيميا يعني الفيبرينوجين كان موجود بكمية بسيطة او اساسا ما كان موجود او موجود بالكميات المطلوبة لكن ما قادر يقدر الوظيفة المطلوبة منه. فاحنا في الحالة دي احنا قمنا نقول الكرايو برسيبتيت عشان نعوضه عن النقص او المشكلة بتاعت الفيبرينوجين اللي عنده. عندنا تاني الليكوسايد ريديوست ريد بلود سيلز. الليكوسايد ريديوست ريد بلود سيلز احنا لما نقول ليكو ريدكشن قصدنا انه نحن نعمل ازاله بنسبه 99% للالوجينيك وايت بلاسلز فروم دونر بلود بيفور ترانسفيوجن. يعني قبل ما انه نحن نعمل نقل للبلود من الدونر للريسيبينت بنقوم نعمل ازاله لشنو للوايت بلاسلز اللي موجوده في شنو في البلود بتاع الدونر تمام. الليكو ريدكشن كونه نحن نتحصل على ار بي سيز ما فيها
وايد بروسس او فيها لكن كميات بسيطه شديد. الحاجه دي عندها ميزات. اول حاجه انه بتقلل من الريسك بتاع النون هيموليتيك فيبرايل ترانسفيوجن رياكشن، ودي حنتكلم عنه لقدام. كذلك بيقلل من الريسك بتاع انه يحصل الو ايميونايزيشن تو ذا هيومن ليكوسايد انتيجين اي اند هيومن ليكوسايد بي انتيجين، فبالتالي احنا كده حنقلل من الريسك بتاع انه يحصل بليتلت ترانسفيوجن ريفراكتورنس وترانسفيوجن اسوشييتد اكيوت لنج انجري واورجن الوغرافت ريجكشن. يعني احنا لما ندي للبيشن ار بي سيز، الار بي سيز دي فيها هي ليكوسايد ريديوس ار بي سيز، يعني ما فيها وايت بلسس او فيها لكن بكميات بسيطه شديد يعني بنسبه اقل من 1%، احنا في الحاله دي حنقلل من فرصه انه الشخص ده يتعرض لنون هيموليتيك فيبرايل ترانسفيوجن رياكشن، وكذلك حنقلل من الريسك بتاع انه يحصل الايميونايزيشن بشنو بالهيومن ليكوسايد انتيجين اللي بتكون موجوده في شنو في البلد بتاع الدونر. تمام، قللنا من حكايه انه يحصل الايميونايزيشن ضد الانتيجينات دي، يبقى هنا حنقلل من الريسك بتاع انه يحصل بليت ترانسفيوجن ريفراكتورنس. يعني لما يحصل اللي هو شنو الايميونايزيشن، احنا ممكن ادخل الشخص ده في مشاكل بتاعه ريجكشن ليش نقول الاورجن اللي احنا نقلناه مثلا، او نقوم ندخل في مشاكل بتاع ترانسفيوجن اسوشييتد اكيوت لنج انجري. فالكلام ده كله بنتجنبه لما شنو لما ندي ار بي سي يونت هي شنو هي ليكوسايد ريديوست، يعني فيها نسبه بسيطه شديد من شنو من الليكوسايد او اساسا كانت تكون معدومه. ضف على ذلك انه شنو انه الحاجه دي بتقلل لنا من حكايه انه نحن نعمل ترانسميشن لشنو لوايت بلس اسوشييتد فيروس. في مجموعه من الفيروسات اللي بتكون قاعده في الوايت بلس زي مثلا السيتوميغالو فيروس، فاحنا بنقلل من فرصتين انه نحن ننقل الامراض دي لشنو للبيشن. يعني بنقلل من فرصتين انه نحن نعمل نقل لمجموعه من الفيروسات اللي قاعده في الوايت بلس بتاعت الدونر واللي احنا ما كنا عارفين عنها شيء. كذلك برضو الكلام ده بنلقى انه شنو كونه نحن نعمل ليك ريدكشن بيقللنا من الريسك او من حدوث شنو من حدوث الترانسفيوجن اسوشييتد جرافت فيرسس هوست ديزيز، وكمان برضو بيقلل من شنو من اللي هو البوست اوبراتيف انفكشن. عندنا تاني الواشد ريد بلسس، واشين اي يونت اوف ريد بلسس وذ نورمال سالاين ريدوسز ذا كونسنتريشن اوف ذا بلازما بروتينز ان ذات يونت. عموما كونه انه نحن نعمل واشين ليونت بتاع ار بي سيز باستخدام نورمال سلاين، احنا في الحالة دي حنعمل شنو حنقلل من الكونسنتريشن او التركيز بتاع البلازما بروتين اللي موجودة في اليونت المعني. فعموما في استخدامات كثيرة لشنو للواشت ار بي سيز. الواشت ار بي سيز قلنا انه شنو انه هو اساسا بيقللنا من شنو بيقللنا من البلازما بروتينز اللي موجودة في الوحدة المعنية او في الباقي المعني. طبعا كونه انه نحن نعمل واشن للار بي سيز زي ما قلنا حنقلل من البلازما بروتين، فبالتالي حنقلل من الريسك بتاع انه شنو ان البيشنت ده يحصل له فيبرايل او اليرجيك او انافلاتيك ترانسفيوجن رياكشن. يعني حنقلل من فرصه انه يحصل الترانسفيوجن رياكشنز اللي سبب حدوثهم مرتبط بنسبه كبيره بشنو بالبلازما بروتينز زي مثلا الفيبرايل او الالرجيك او الانافلاتيك ترانسفيوجن رياكشن. ديلك كل عشان يحصلوا محتاجين لشنو البلازما بروتين، فاحنا نقوم نعمل ازاله للبلازما بروتين عن طريق الواشن عشان نقلل من شنو من المشاكل دي. عموما الواشت ار بي سيز برضو ممكن يستخدموها في الحالات بتاعت الانترايوتراين ترانسفيوجن. كمان العمليه بتاعت الواشن بالنسبه للار بي سيز يونت بيتم باستخدام الاوتوميتد بلود بروسيسر. ضف على ذلك انه طبعا احنا بنعمل واشن باستخدام الصلاين بتركيز معين اللي هو 0.9%. ضف على ذلك انه شنو انه اليونتس بتاعت الار بي سيز وانس انه نحن عملنا لها واشن وبيجت واشت ار بي سيز، في الحالة دي التاريخ الصلاحية بتاعته بتكون حوالي 24 ساعة. يعني احنا دايرين نعمل نقل للبلد للبيشن كمان محتاجين انه نحن نعمل واشن، ففي الحالة دي لازم الواشن يكون قبل 24 ساعة من النقل يعني، والترانسفيوجن يكون خلال شنو خلال 24 ساعة. يعني ما يتم فترة 24 ساعة وإحنا ما نكون عملنا نقل للواشت يونت، لأن الواشت يونت حيكون بيجا فاليولس. ضف على ذلك طبعا إحنا بنعمل الواشن 200 لما يكون عندنا هيستوري بتاعين البيشن ده
يتعرض قبل كده لفيبرايل او اليرجيك او انفلاتيك ترانسفوجن رياكشن، يعني شخص في الميديكال هيستوري بتاعه لقينا ان هو شنو، انه والله قبل كده جاته فيبرايل ترانسفوجن رياكشن او جاته اليرجيك رياكشن ترانسفوجن رياكشن او انفلاتيك ترانسفوجن رياكشن، لانه دول كلهم حدوثهم قبل كده انديكيشن لانه شنو، انه الشخص ده عنده مشاكل حصلت له بسبب البلازما بروتين. فنقوم نعمل إزالة للبلازما بروتين عن طريق شنو، عن طريق الواشنج. ضيف على ذلك عندنا من ضمن البلوت كومبوننت اللي هو الفروزن ريد بلسس، قالوا كونه انه نحن نعمل تجميد او فريزر للار بي سيز، الكلام ده بيوفرين شنو، بيوفرين لونج تيرم ريزرفشن يعني ستورج اوف ريد سيلز، يعني ده بيضمن لنا انه شنو، انه الار بي سيز دي تكون مخزنة وقاعدة لفترة زمنية طويلة شديد. فعموما احنا بنعمل الحاجة دي ليه؟ عشان نعمل اكستند للستورج تايم فور اوتولوجس، يعني لما يكون في شخص ده يحفظ البلد بتاعه، يعني مثلا هو عارف انه الفصيلة بتاعته دي نادرة شديد وما بتتلاقي بالساهل، فده يحفظ البلد بتاعه للزمان الجاي، ما ضامن ظرفه يمكن يحصل له حادث ويحتاج لبلد وبعدين ما يلقى شخص يتبرع له، عشان المعمعة دي ما تحصل ويتجنب القصة دي من البداية بيكون بيحفظ البلد بتاعه. فإحنا عشان نحافظ على الأوتولوجس بلد اللي هو البلد بتاعنا إحنا لفترة زمنية طويلة، الأفضل إنه نحن نعمل فريزر لشنو، للار بي سيز. عموما كونه إنه نحن نعمل فريزر للار بي سيز ده بدينا شنو، بدينا ليكوسايد ريديوس يونت، يعني بدينا شنو، بدينا ار بي سيز يونتس شنو، في الليكوسايتس فيها بسيط، يعني الوايت بلسس كميتها بسيطة. ضيف على ذلك قالوا شنو، كونه انه نحن نعمل فريزين للار بي سيز، فعشان نعمل الحاجة دي محتاجين لشنو، لكرايو برسيبتيت سوليوشن، واكتر حاجة بيستخدموها كرايو برسيبتيت سوليوشن هو الجلسرول. طيب الوظيفة بتاعت الكرايو برسيبتيت شنو، الكرايو برسيبتيت وظيفته الاساسية انه هو بيمنع الديهايدريشن وبيمنع انه يحصل تكوين للايس كريستال اللي طبعا هيعمل لنا لايسس للار بي سيز. فاحنا عشان نتجنب انه يحصل لايسس للار بي سيز عن طريق الايس كريستال فورميشن ونتجنب انه يحصل ديهايدريشن، من البدايه بنعمل شنو، بنستخدم الكرايو برسيبتيت بالمرحله بتاعت الفريزين. وبن اكتر حاجه بيستخدموها في الكرايو برسيبتيت في الفريزين اللي هو شنو، اللي هو الجلسرول. فبيتم إضافة الجليسرول عن طريق الأوتوميتد بروسيسنج سيستم، عن طريق سيستم أوتوميتد بيتم إضافة الجليسرول لحد ما الكونسنتريشن يصل الكونسنتريشن اللي إحنا عايزينه. وعموما اليونتس دي إحنا بنحفظها في أو بنعملها تخزين في درجة حرارة -65 degrees centigrade لمدة طويلة شديدة قد تصل لمدة 10 سنين. بعد كده هنجي نتكلم عن الأفريزس. الأفريزس المقصود به شنو، it is a process or it is a method of collection of anticoagulated whole blood from donor, it is separation into the components, retention of the desired components and returning the remaining constituents to the donor itself. يعني ببساطة كده لما نقول أفريزس قصدنا طريقة أو آلية، الغرض الأساسي منها شنو، إنه نحن بنعمل collection لشنو، للhole blood من الدونر. عملنا كولكشن للهول بلود من الدونر، بنقوم بنعمل له سيبريشن، بنفصله لشنو، لمكونات، وبنتحصل وبنحتفظ بالمكون اللي احنا عايزينه. بعد ذلك بنرجع باقي المكونات للبلود سيركوليشن بتاع الدونر المعني. فعموما الافريزس الغرض الاساسي منه شنو، غرضه 2، يا اما احنا نعمل به كولكشن لمكونات مختلفه لاغراض بتاع ترانسفيوجن، يعني مثلا نحن نتحصل على البليتليت عن طريق البليتليت افريزيس، او نتحصل على الليكوسايد عن طريق الليكو افريزيس، او نتحصل على البلازما، او نتحصل على البريفرال ستيم سيل. المهم انه شنو، نحن عايزين مكون معين عشان هنعمل له ترانسفيوجن للبيشن. الغرض الثاني في نفس الوقت اللي هو شنو، الثيريوباتيك افريزيس. الثيريوباتيك افريزيس الغرض الاساسي منه انه نحن بنعمل ازاله لشنو، لباثولوجيكال كومبوننت، يعني لمكون بيضر البيشن، زي مثلا بعض من البلازما كونستيتيونتس، زي بعض من المكونات بتاعت البلازما. تمام، المكونات دي بتكون موجوده وبتضر البيشن، يعني مثلا في حالات الثرومباتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربيوريا، الجود باستر سيندروم، الجليان باري سيندروم. الاخير ده الجليان باري سيندروم بنلاقي انه شنو، في انتي بودز بتتكون ضد النيرف، فاحنا بنقوم بنعمل ازاله للميونو كومبلكس ده عن طريق الافريزس،
عن طريق ان احنا نعمل نشيل الهول بلود نعمل فيه ازاله للاميون كومبلكس المعني ونرجع باقي الهول بلود. في الجود باستر سيندروم بنلقى ان في انتيبوديز بتتكون ضد بعض من الانتيجينات اللي موجوده وين اللي موجوده في الانسجه زي او الاورجنز زي اللنجز والكدني. في حين انه في ثرومباتيك ثرومبوسايتوبينيك بلوربيوريا بنلقى انه في برضو في كلود فورميشن، فهنا برضو بنعمل ازاله للحاجات دي. عندنا برضو الجرانيلوسايت ترانسفيوجن، مرات بيعملوا شنو، بيعملوا نقل لشنو للجرانيلوسايت فقط، لكن حاجة طبعا ما شائعة يعني ما بتحصل بصورة دائمة. ليه؟ لانه شنو، لانه في اغلبية السيتويشن بيلجأوا لخيار انه شنو، انه يدوا للشخص المعني او للبيشن المعني الجروث فاكتورز للميلوبويزس، يعني هم بيدوا شنو، بيدوا جروث فاكتورز بيعمل استيميوليشن للميلوبويزس اللي هو استيميوليشن للجرانيلوسايت برودكشن زي مثلا جرانيلوسايت كولون استيميوليتين فاكتور او جرانيلوسايت مونوسايت كولون استيميوليتين فاكتور. لكن عموما مرات بنلاقي الخير انه يدوا للبيشن الجرانيلوسايت يقولوا له اللي هو الجرانيلوسايت. الكلام ده بيحصل في حاله انه كان في انه الجرانيلوسايت كان اقل من شنو، اقل من 500 سيل بير كيوم اللي هو بسموه بالاي جرانيلوسايتوزس. وكمان مرات بيعملوا نقل للجرانيلوسايت في حالة انه كان في شنو، في انفكشن يعني كان في عدوى وكمان عدوى بكتيرية تمام، يعني مثلا كان في نيونيتال سيبسيس يعني كان في توكس في بريزر لتوكسينس في البلاس سيركيليشن بتاع النيونيتس. فاحنا في الحالة دي محتاجين لشنو، لخط دفاع ضد البكتيريا دي اللي هي شنو، اللي هي النيتروفيل. فهنقوم نعمل نقل للجرانيلوسايت. ومثلا في حالة الكرونيك جرانيلوميتوس ديسيز هنا بنلقى انه في مشاكل اللي هو يعني من ضمن بيكون فيه ديسفكشن في شنو، في النيتروفيل او في الجرانيلوس عموما، ففي الجرانيلوسايت سوري. فعشان كده برضو بنحتاج لشنو، بنحتاج لانه يحصل نقل للجرانيلوسايت في الحالات دي. نتكلم عن الترانسفيوجن رياكشن. Blood transfusion is useful and life-saving when performed with caution and with clear indication. يعني إحنا عارفين إنه شنو، إنه عملية نقل الدم هي عملية مفيدة وكمان بتعمل لنا سيف للبيشن إذا إحنا عملنا نقل للبلد باحتياطات المطلوبة بشنو، بـ clear indication. لكن مرات في بعض من الحالات اللي هو حوالي 2-4% من الحالات بنلقى إنه بيحصل كومبليكيشن، الكومبليكيشن دي ما مرغوبة وما كنا عايزينها تمام. الكلام ده بيحصل بغض النظر عن انه نحن كان عندنا بريكوجنس، عندنا احتياطات معينة كنا متبعين لها وكنا متبعين طرق بتاع وقاية، لكن بعد ده كله حصل او حصلت مجموعة من شنو، من الكومبليكيشن غير المرغوبة. عموما الكومبليكيشن دي مقسمينها لشنو، مقسمينها لإنفكشن ولن إنفكشوس كومبليكيشن. إذن الترانسفيوجن رياكشن عبارة عن شنو، عبارة عن مضاعفات غير مرغوبة وحصلت بصورة مفاجئة، وكمان احنا قسمناهم لإنفكشوس ونن إنفكشوس كومبليكيشن. فعموما التقسيم الأول اللي هو نن إنفكشوس كومبليكيشن ده جواه في شنو، في إميديت رياكشن وفي ديليد رياكشن. الإميديت رياكشن ده بنلقى إنه هو ذاته مقسم على حسب الإيمونولوجيكال الإيمونولوجيكال ونان إيمونولوجيكال. الإيمونولوجيكال ده فيه الهيمولاتيك ترانسفيوجن رياكشن، الفيبرايل نان هيمولاتيك ترانسفيوجن رياكشن، والألرجيك رياكشن، والأنافلاتيك رياكشن. في حين إنه نان إيمونولوجيكال فيه السيركولاتري أوفرلود وفيه الإير إمبيوليزم. في حين إنه الديلايد رياكشن برضو مقسم لإيمونولوجيكال ونان إيمونولوجيكال. الإيمونولوجيكال ده فيه الألو إيمونيزيشن والهيمولاتيك ترانسفيوجن رياكشن. طبعا اغلبيه الحالات تحت الهيمولاتيك ترانسفيوجن رياكشن اللي بتكون ايمونولوجيكال وكمان بتحصل بصوره متاخره بتكون اسيمبتوماتيك، يعني ما بكون في علاج كده واضحه للبيشن. وفي الترانسفيوجن جرافت فيرس هوست ديزيز. اما النن ايمونولوجيكال في الديليد فعندنا فيه الايون اوفرلود، وعندنا اللي هو بسموه بالترانسفيوجن هيموسيدروزيس، وفيه الثرومبو سليبتايتس. بينما الانفكشوس كومبليكيشن هنا بيحصل نقل لشنو، لبعض من الامراض، يعني في فيو ديزيز ممكن يحصل نقل عن طريق البلود ترانسفيوجن زي مثلا الهيباتايتس، زي وبانواع مختلفه زي هيباتايتس بي وهيباتايتس سي وهيباتايتس دي فيروس، وكذلك الاتش اي بي اللي هو اللي بيسبب لنا الايدز،
والملاريا والسيتوميغالوفيروس والسيباليس. Hemolytic transfusion reaction. Hemolytic transfusion reaction or hemolytic reaction to the transfusion of the red cell products may present as either acute or delayed. يعني احنا لما نقول hemolytic transfusion reaction, فعموما الhemolytic transfusion reaction ممكن يحصل كأكيوت أو كديليد. الاختلاف بينهم بيكون وين؟ بيكون في الزمن اللي محتاجينه عشان يظهر الساين والسيبتومس على البيشن. يعني في الحالة بتاعت الأكيوت ظهور الساين والسيبتومس بتكون في خلال فترة زمنية قصيرة ما بعد الترانسفيوجن, في حين انه في الديليد محتاج لزمن طويل وبنحتاج لزمن أطول عشان شنو؟ عشان يظهر الأعراض أو تظهر الأعراض. The acute presentation will occur rapidly and symptoms may span from mild to severe. يعني في الحالة بتاعت الـ acute hemolytic transfusion reaction بنلقي إنه شنو؟ إنه الأعراض الكلينيكال والسيبتومز بتظهر بصورة سريعة وكمان بتختلف من mild to severe. يعني مرات بتكون بصورة طفيفة ومرات بتكون بصورة خطيرة. ضف على ذلك إنه شنو؟ إنه لما إحنا نتوقع إنه شخص ده أو توقعنا إنه شخص ده عنده acute reaction, يعني ظهرت عليه الأعراض أثناء blood transfusion, في الحالة دي والحقيقة إحنا هنعملها إنه نحنا هنعمل discontinuous للtransfusion بتاع اليوريد. يعني إحنا بنوقف الوحدة اللي إحنا قاعدين نقولها أو الباقة اللي إحنا بنقوله للبيشن ده هنوقفه, لأنه شنو؟ لأنه زول ده عنده أعراض بتاعت شنو؟ بتاعت acute hemolytic transfusion reaction. بعدك طبعا الفيزيشن او الدكتور بيجي بيقيم السيتويشن بتاع البيشن ويحدد انه هو الخطوة الجاية شنو. في حين انه في الديليد رياكشن بنلقي انه الديليد رياكشن عموما بتاخد ايام, يعني قد تصل لمدة اسبوعين ما بعد نحن عملنا النقل. يعني بعد ما عملنا نقل للبلود او للبلود كومبوننت المعني بمدة بعد النقل بمدة اسبوعين اتليست, يعني حتى يبدأ يظهر لنا شنو؟ يبدأ يظهر الساين والسيبتومس على البيشن. فنتكلم عن أول واحد اللي هو الimmediate hemolytic transfusion reaction. عموما قال إنه شنو؟ إنه most commonly an immediate hemolytic transfusion reaction occurs very soon after the transfusion of incompatible RBCs. يعني بنلقي إنه شنو؟ إنه بصورة شائعة الimmediate hemolytic transfusion reaction بيحصل بصورة سريعة وimmediately بعد ما نحن عملنا نقل لشنو؟ لا incompatible RBCs. يعني نقلنا blood من دونر, البلد بتاع الدونر ده ما كان مطابق مع البلد بتاع البيشن, فبيحصل حالة بتاعت immediate hemolytic transfusion reaction, بيحصل تكسير وdestruction للRBCs بتاعت الدونر بصورة مباشرة وفترة زمنية قصيرة immediately. عشان كده قال شنو؟ the RBCs are rapidly destroyed releasing the hemoglobin and RBCs stromata into the circulation. The reaction period varies from 1 to 2 weeks. يعني قال عموما إحنا في الحالة بتاعت ال immediate hemolytic transfusion reaction فالبيحصل شنو؟ إنه RBCs دي بيحصلها destroy, بتتكسر وبتكون بتطلع الكونتينتس بتاعتها بما فيها الهيموغلوبين في البلوت circulation. عموما الرياكشن ده بياخد فترة زمنية مختلفة اللي هو حوالي شنو؟ حوالي ساعة لساعتين. يعني فترة زمنية قصيرة شديد. يعني احنا مما بدينا نعمل transfusion نعمل نقل للبلود او للبلود كومبوننت المعني, في خلال ساعة او ساعتين من الكلام ده بيبدأ يحصل destruction للRBCs بتاعت البيشن او بتاعت الدونر اللي نقلوا للبيشن. فعموما بنلقي انه شنو؟ انه يداب بيبدأ يظهر الساين والسيبتومس على البيشن, والكلام ده بيكون خلال دقائق بس من بعد ما بدينا العملية بتاعت الترانسفيوجن. عموما قال انه شنو؟ الابيو incompatible transfusion may be life threatening causing shock acute renal failure and disseminated intravascular coagulation. يعني قال انه كونه انه نحنا نعمل نقل لابيو blood incompatible blood transfusion, يعني كونه انه نحنا نعمل نقل لبلود البلود اللي كان من الدونر ما كان مطابق مع الريسيبينت من ناحية الـ ABO blood group, فإحنا في الحالة دي بنكون دخلنا البيشنت بوضع خطير شديد. لأنه شنو؟ لأنه ممكن يحصل له حالة بتاعة شوك
او يحصل acute renal failure او يحصل DIC. فعشان كده في الحالة دي احنا مفروض نعمل diagnose ونعالج ما يمكن علاجه. إذن احنا قلنا انه في الحالة بتاعت immediate hemolytic transfusion reaction الحالة دي بتحصل بصورة سريعة بعد ما يحصل نقل لشنو لا incompatible RBCs، يعني احنا نقلنا بلط، البلط ده كان ما متطابق من ناحية شنو، من ناحية الانتجين ما بين الدونر والريسيبينت، فبالتالي بيحصل destruction للRBCs بصورة سريعة وبيحصل release للهيموغلوبين في البلط سيركوليشن. الرياكشن ده بياخد حوالي ساعة لساعتين عشان يظهر على البيشن، عشان الساين وسيبتومز تظهر على البيشن. وكمان قلنا انه شنو، انه لو نحن عملنا نقل لبلط بتاع دونر ما كان كومباتبل مع الريسيبينت من ناحية الاي بي او، فاحنا في الحالة دي حندخل البيشن في مشاكل، لانه حيحصل له شوك، ممكن يحصل له اكيوت رينال فيلير، ممكن يحصل له ديسمينيتد انترافاسكولار كواجيليشن. فعشان كده هو طبعا الافضل انه انت من البداية تعمل كومباتبيلتي تيست بالطريقة الصحيحة وتعمل نقل لكومباتبل بلط. اما اذا القصة دي انت اساسا ما قدرت تتفاداها، فالدكتور يوقف البلوت ترانسفيوجن ويعمل نقل له، يوقف البلوت ترانسفيوجن ويقيم الحالة بتاعت البيشن ويعالج ما يمكن علاجه. فلما نجي نتكلم عن الباث فيسيولوجي بنلقى انه في شنو، في 4 RBCs antibodies مشهورين ومعروفين انهم بيسببوا immediate hemolytic transfusion reaction، اللي هم منو الانتي اي والانتي كيل والانتي كيد اي والانتي ضفي اي، ده اللي هم شنو، ده اللي هم الاربع انتيبودس المشهورين اللي بيعملوا شنو الاميديت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. عموما الاربع انتيبودس دي عندهم المغذره بتاعت انهم يرتبطوا مع الكومبليمنت، وكمان بيعملوا لايسس للار بي سيز ان فيترو. عموما في الحاله بتاعت الاميونوميديتد اميديت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن بنلقى انه شنو، انه ديستركشن بتاع الـ RBCs بتم بواحد من الـ two mechanism ديل، either intravascularly or extravascular hemolysis. في الاثنين نقطة البداية بتكون شنو، انه نحن بنكون عندنا الويشن بيكون عنده antibody، الانتيبودي ده بيكون متكون ضد شنو، ضد transfused incompatible RBCs، يعني بتكون ضد انتيجينات معينة. الانتيجينات دي كانت موجودة وين؟ كانت موجودة في الـ RBC surface بتاعت الدونر اللي شنو، اللي incompatible مع البيشن. فالانتيبودي بتاع البيشن ده بيرتبط مع انتيجينات قاعدة في الRBCs بتاعت الدونر اللي نقلوا له، وبيقوموا بيكونوا الانتيجين انتيبودي كومبلكس. بعد كده بيكون في نقطة بتاعت اختلاف ما بين الانترافاسكولر والإكستراباسكولر. في الحالة بتاعت الانترافاسكولر بيحصل destruction للRBCs inside the blood vessel، ومن ثم بيحصل ريليز للهيموغلوبين وللكونتينتس بتاعت الRBCs المختلفة بما فيها الانتراسيلولر انزيم. فعشان كده بنلقى انه في حاله بتاعت هيموغلوبينيميا وفي هيموغلوبين يوريا، يعني بنلقى انه الهيموغلوبين موجود في اليورين وفي البلد. في حين انه في الحاله بتاعت الاكسترافاسكولار هيموليسيس، في الحاله دي بنلقى انه في انتيجين انتيبودي كومبلكس بيتكون وبيكونوا قاعدين في السيرفيس بتاعت الار بي سيز، ومن ثم بيحصل انكمبليت اكتيفيشن للكومبليمنت. طبعا في الحاله الثانية دي اللي هي الكسترافاسكولر هيموليسيس، الكومبلكس ده مع الار بي سيز بيحصل له ديستركشن في الريتيكولو اندوثيليا سيستم، اللي هم في الاسبلين الليفر ميم الاورجان ستيل، وكمان بواسطة منه بواسطة الماكروفيكس. فعشان كده بنلقى انه شنو، انه الار بي سيز لايسيس او الار بي سيز بريك داون ما بيحصل انترافاسكولاري في الحالة بتاعت الكسترافاسكولار، انما بيحصل برا الأوعية الدموية في شنو، في الريتيكولو اندوثيليا سيستم. عشان كده ما بيحصل ريليز في السيركوليشن لفري هيموغلوبين ولا لار بي سيز انزايمز ولا لار بي سيز تروماتا، يعني ما بنلقى انه شنو، انه في اي مكون بتاع ار بي سيز حين في السيركوليشن، لانه اساسا الدستركشن ما بيتم في السيركوليشن. عندنا تاني الديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. الديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن في الغالب هو بيحصل في بيشن البيشن ده كان حصل له سنسايزيشن قبل كده عن طريق الترانسفيوجن او البريجننسي او الترانسبلانتيشن، يعني احنا بنلقى انه شنو، انه في بيشن قبل كده نقلوا له بلد قبل كده، البلد اللي نقلوا له من الدونر
كان في بعض من الانكومباتيبيليتي في درجة بتاعت عدم تطابق، كان في اختلاف في الانتيجينات. فبالتالي شنو؟ فبالتالي البيشن كون انتيبوديز ضد الدونر انتيجين اللي نقلوا له البلد منه لأول مرة، فبالتالي بيجي عنده انتيبوديز قاعدة في شنو في السيرم أو في البلازما بتاعته، أو ممكن يحصل له سنسايزيشن عن طريق البريجنسي، يعني في بريجننت وومن حصل لها حملة قبل كده كم مرة، فهي كل مرة بتتعرض لشنو للفيتوس بلد اللي هو النيوبورن اللي بتولد ده، في جزء من البلد بتاعه بيجعل المذر اللي طبعا الفيتوس ده بيكون مختلف جينيتيكلي في شنو في الجينات في الانتيجينات بتاعته عن الانتيجينات بتاعت الأم، يعني ممكن يكون في اختلاف، يعني مثلا الأم تكون أصلا هي RH نيجاتيف والبيبي RH بوزيتيف، فبالتالي ممكن يحصلها سنسيتيشن في الفيرست بريجنسي، يعني نلقى إنه شنو إنه في جزء من البلد بتاع الفيتوس أثناء الولادة بيجعل للأم، فبالتالي الأم بتتعرف على انتيجينات غريبة وبتكون انتيبوديز أجينس إت، فكده بيحصلها شنو بيحصلها سنسيتيشن، أو ممكن يحصل برضو سنسيتيشن عن طريق الترانسبلانتيشن برضو، أو ممكن يحصل في ناس احنا ما قدرنا نعمل لهم شنو نعمل ديتكشن للانتيبوديز بالستاندرد بري ترانسفيوجن ميثودز. عموما الكلينيكال ساين والسيبتومز اللي بتظهر على البيشن هي في الغالب بتكون طفيفة، يعني مايلد، بتحصل بدرجات طفيفة، لكن مرات في بعض الحالات النادرة ممكن تحصل سيبير ديليت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، يعني هو الأعراض والساين سيبتومز بتظهر بصورة متأخرة لكن بتكون خطيرة وقاتلة أحيانا، لكن ده هو شنو ده المشاعر، يعني الأكثر شيوعا إنه شنو إنه الترانسفيوجن رياكشن في الحالة بتاعت الديليت يكون بصورة مايلد. من ضمن الحاجات اللي طبعا مفروض ناخد بالنا ليها اللي هي شنو، إنه إذا إحنا لاحظنا إنه في نقصان بصورة unexplained، يعني إحنا أو unexpected، يعني ما حاجة متوقعة، لقيني إنه في نقصان بصورة غير متوقعة أو بصورة غير مبررة، كان في نقصان في الهيموغلوبين أو في البي سي بي اللي هو الهيماتوكرايت بعد الترانسفيوجن، ففي الحالة دي أنت لازم تاخد في اعتبارك وتعمل investigation، تعمل كشف هل الشخص ده عنده delayed hemolytic transfusion reaction ولا لا، لأنه أنت عملت نقل للبلد، يبقى معناه شو؟ يبقى معناه ما من المنطقي إنه أنا أعمل نقل للبلد لبيشن وجي ألقى إنه الهيموغلوبين والهيماتوكرايت بتاعته لو، مع إنه أساسا عملت نقل للبلد بغرض إنه أحل المشكلة دي، فأنا كده نقلت له بلد جديد بعد ده كله الحاجة دي نقصت، وكمان نقصت بصورة غير مبررة وبصورة غير منطقية، يبقى معناها شنو؟ يبقى معناها الشخص ده ممكن هو دخل في حالة بتاع delayed hemolytic transfusion reaction. عموما الباث فيسيولوجي بالنسبة لل delayed hemolytic transfusion reaction فسروه على ناحيتين، either انه يكون في secondary response to transfused RBCs or primary alloimmunization. في الحالة بتاعت ال secondary response to transfused RBCs عموما في الحالة دي بنلاقي انه delayed hemolytic transfusion reaction بياخد حوالي 3 ل 7 ايام من الفترة بتاعت الترانسفيوجن لحد ما يتم انتاج الانتيبودي الكافي اللي شنو اللي قادر يسبب الكلينيكال ساين والسيبتومز ويعمل destruction للار بي سيز اكسترافاسكولار وكده. يعني هنا بنلقى انه شنو انه ما بعد الترانسفيوجن بنحتاج ل 3 ل 7 ايام على اساس انه شنو، على اساس انه الجسم يتعرف على الاجسام الغريبه اللي دخلت، اللي هو يتعرف على البلد دونر سيل ويتعرف على الانتيجينات الغريبه دي ويقوم يكون انتيبوديز ضدها، الانتيبوديز اللي اتكونت دي تقوم تعمل ديستركشن للار بي سيز اكسترافاسكولاري ويبدا يظهر الكلينيكال ساين والسيبتومز على البيشنت. في حين انه في الحاله بتاعت الديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن اللي سببه البرايمري الو ايمونايزيشن، هنا بنلقى انه شنو، إنه البيشن ما عنده شنو، ما عنده previous history أو past history of the pregnancy or transfusion or transplantation. يعني لما نيجي نعاين للميديكال history بتاع البيشن بنلقى إنه شنو، إنه ما تعرض لأي سبب من الأسباب اللي بتخليه إنه يحصل له sensitization أو immunization، ما حصل، يعني لا حصل pregnancy multiple pregnancy قبل كده، أو لا حصل blood transfusion له قبل كده، أو نقلوا له عضو معين قبل كده. فعموما إحنا مفروض ننتبه للزمن اللي هو شنو، الزمن من الفترة بتاعت نقل الدم لحد ظهور شنو، لحد ظهور الكلينيكال والساين والسيبتومز على البيشن بسبب انه حصل هيموليسيس
وكمان لازم نحن نعمل ديتكشن لشنو للبوزيتيف انتيبودي، اللي هو لازم نعرف انه شنو انه الانتيبودي اللي سبب الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ده منو. عموما كونه نحن نعمل ديتكشن للبوزيتيف انتيبودي فده بياخد فتره زمنيه اطول في الحاله بتاعه الديليت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن طبعا مقارنه بالاميديت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. فبنلقى انه في الحاله بتاعه الديليت ديليت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن سواء كان النوع هو برايمري الايمونايزيشن او كان سيكندري ريسبونس لانه نحن نقلنا الار بي سيز، في كلتا الاحوال الاليه بتاعه الدستركشن بتاعه الار بي سيز بتتم عن طريق الاكسترا فاسكولار هيموليسيس اللي هو شنو اوتسايد اوف ذا بلاد فيزل انسايد ذا شنو انسايد ذا ريتيكول اندوثيليا سيستم. ضف على ذلك بنلقى انه شنو انه ديليت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن احيانا بيكون مرتبط مع شنو مع البومر ترانسبلانتيشن، يعني ممكن يحصل للناس اللي بنقول لهم البومرو وكذلك ممكن يحصل بسبب الهيومن ليكوسايد انتيبوديز كم ده في بعض من الاحيان. فنتكلم بعد كده عن الفيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. عموما احنا بنقول انه زول ده عنده فيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن 200، وعموما بيحصل في حوالي كم بيرسنت من عملية نقل الدم. بنلقي انه الفيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن بيحصل في حوالي 1% من عملية نقل الدم. والحاجة الثانية انه شنو انه طبعا الاكثر شيوعا في الترانسفيوجن رياكشن هو الالرجيك رياكشن. بعد ذلك بنلقي انه برضو الفيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن فرصة حدوثه او هو برضو شائع. وكمان بنلقي انه شنو انه اصلا الفيبرايل نان هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن المقصود به وانه يحصل زياده في درجه حراره جسم البيشن بمقدار 1 ديجري سنتيغريد او اكثر، يعني يحصل درجه على الاقل 1 درجه مئويه او اكثر من كده تمام، يعني يحصل زياده في درجه حراره جسم الانسان اللي هو بتاع البيشن 1 او اكثر من كده. وكمان الكلام ده طبعا بيكون خلال شنو اثناء البلوت ترانسفيوجن او خلال شنو او خلال 24 ساعه من ما تم نقل الدم. واقل زمن بيكون او اقل درجة حرارة بيكون عملوا له ريكورد اللي هو 38، يعني من يلقين درجة حرارة جسم البيشن ده خلال 24 ساعة من الترانسفيوجن او اثناء الترانسفيوجن كان 38 اقل شيء. فلما نجي نشوف الباثوفيزيولوجي بالنسبة للفيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن بنلقى انه السبب الاساسي بتاعته شنو انه في ليكوسايد انتيبوديز موجودة وين في البيشن بلازما، زين البيشن بلازما بيكون عنده ليكوسايد انتيبوديز هي اللي مسؤولة عن انها تسبب الفيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. طيب الليكوسايد انتيبوديز اللي موجودة في البيشن بلازما بتكون موجودة ومتكونة ضد شنو؟ بنلقى انه الليكوسايد انتيبوديز دي عموما في الغالب هي بتتكون ضد انتيجينات، الانتيجينات دي بتكون قاعدة في المونوسايت او في الجرانيولوسايت او في الليمفوسايت. ضيف على ذلك انه شنو انه بيحصل الايميونايزيشن، يعني الجسم بيتعرض لشنو بيتعرض للانتيجينات دي قبل كده قبل ما يحصل الترانسفيوجن عن طريق شنو عن طريق انه قبل كده برضو نقلوا له بلط او نقلوا له اورجان معين او تشو معين او البريجنسي، دول كلهم مع بعض بيسببوا انه يحصل انتيبودي فورميشن، يعني سواء كان عن طريق البريجنسي او التشو ترانسبلانتيشن او عملية نقل دم قبل كده. في النهاية شنو بنلقي ان البيشن ده يتعرض لانتيجين غريب بالنسبة له وقام كون ضده انتيبوديس اللي هو بنسميه الانتيبوديس دي بالليكوسايد انتيبوديس، وقلنا الليكوسايد انتيبوديس بتتكون ضد شنو ضد انتيجينات، الانتيجينات دي قاعدة في المونوسايد او جرانيلوسايد او الليمفوسايد بتاع الدونر المعني. عموما الانتيبوديز دي بيسموها بشنو بيسموها بقى الهيومن ليكوسايد انتيبوديز او الليمفوسايت توكسيك انتيبوديز. عموما لحد الان قالوا انه كونه انه كيف بيحصل الفيبرايل لين هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن الميكانيزم بالضبط ستيل ما فهموه للان بنسبه 100%. فبنلقي انه شنو انه الفيبرايل رياكشن بيحصل 200 بيحصل بعد ما يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم ويتم انتاج السي 5A اللي هو الكومبلمنت 5A. السي 5A ده بيقوم بيعمل شنو بيسبب انه يحصل انتاج وريليز للبيروجين اللي هو الانترليوكين 1 من شنو من البيشن ماكروفيك والمونوسايت. الانترليوكين 1 اللي حصل له ريليز من الماكروفيكس والمونوسايتس بتاعت البيشن بيعمل شنو بيعمل انيشيشن بيمشي بيعمل تحفيز
اللي شنو اللي الصنع بتاع لتصنيع البروستاجلاندين، في شنو في الهايبوثالاموس او الهايبوثالاميكسل. فبالتالي شنو الكلام ده بيدور وبيؤدي لانه يحصل اديشنال بايروجينيك افكت، يعني بيحصل اديشنال او بيحصل زياده في شنو في درجه حراره البيشن بصوره اكبر، يعني كل مره درجه الحراره بتزيد. فعموما ضف على ذلك قال انه شنو انه بيحصل ريليز للبايروجينز اللي هو السبستنس اللي عند المقدرة بتاعتنا ترفع درجة الحرارة، برضو بيحصلها ريليز من شنو من الترانسفيوست وايت بلس سيلز، يعني حتى الوايت بلس سيلز اللي تم نقلها من الدونر ممكن هي تعمل ريليز للبيروجينز. طبعا البيروجينز هي عندها دور في شنو في انه يحصل فيفر ديفلوبمنت، انه يحصل زيادة في درجة حرارة جسم البيشن، وانه يظهر الاذر كلينيكال ساين والسيبتومز. اذا فيبراي رياكشن الحي اللي فاهمينها لحد الان عنه انه شنو انه هو بيحصل بعد ما يحصل اكتيفيشن للكومبليمنت، وبالتحديد يتم انتاج C5A. C5A ده فائدته شنو انه هو بيمشي بيساعد في البرودكشن وفي الريليز بتاع الانترلوكين 1 اللي هو من ضمن البيروجين. الانترلوكين 1 ده بيحصل له ريليز طبعا من الماكروفيكس والمونوسايت، وهو برضو بدوره بيمشي بيعمل شنو بيمشي بيعمل انيشيشن، بيساعد في شنو في تصنيع البروستاجلاندين في الهايبوثالاميك سيل. طبعا الكلام ده بدوره حيؤدي لانه يحصل زياده بدرجه حراره جسم البيشن، ومن ثم تاني برضو في مجموعه من البيروجينز بتم بيحصلها ريليز من شنو من الترانسفيوزد وايت بلسز، عندها دور برضو في شنو في انه يحصل زياده بدرجه الحراره اللي هو الفيفر ديفلوبمنت، وفي انه يظهر اذر ساين وسيبتومز. عندنا تاني الالرجيك رياكشن. عموما الالرجيك رياكشن بتختلف من حالات بتحصل بصورة طفيفة اللي هو بسموها بالارتكارية او الهايفس، انه شخص بيكون عنده بس جس حكة في السكين، يعني لشنو لي لايف ثريتين كونديشن اللي هو بسموها بلايف ثريتين انفلتيك رياكشن. يعني مرات الالرجيك رياكشن بتحصل بصورة طفيفة، وفي الحالة دي بنسميها بارتكارية، ومرات بتحصل بصورة خطيرة شديد، يعني لدرجة انه البيشن قد يباصي قد يموت، اللي هو ده في الحالة دي بنسميه بانفلتيك رياكشن. الارتيكاريال رياكشن قال انه ممكن يحصل بشنو بمجموعه من الملتيبل فاكتورز، وكمان السبب بتاع احيانا ما بيكون معروف، يعني حاجه ما بنقدر نحددها اكزاكتلي. فالعلاج المناسب في الحاله دي انه نحن ندي للزول انتي هيستامين ونواصل العمليه بتاعت نقل الدم، في حين انه في الانفلاتيك عندنا الانفلاتيك رياكشن وعندنا الانفلاتويد رياكشن، وبرضو حنعرف بعد شوية الفرق بين الاثنين ديل شنو. عموما الانفلاتيك رياكشن بيحصل بصورة سريعة، وكمان بيكون شنو بيكون الوضع في الحالة دي اخطر، وكمان بنحتاج في الحالة دي انه نحن نتدخل بصورة سريعة عشان نلحق البيشن. عموما بنلقى انه في الباثو فيسيولوجي لما نجي نتكلم عنه بنلقى انه اكتر حاجة او اكتر نوع من الترانسفيوجن رياكشن اللي بيحصل هو شنو هو الالرجيك رياكشن، لكن بالرغم من كده بنلقي انه الالرجيك رياكشن اكزات كوز السبب بالضبط بتاعه شنو ما معروف لحد الان. لكن في نظريتين فسروا الايتيولوجي او الاهليه او سبب حدوث الالرجيك رياكشن. فالنظريتين ديل بيقولوا شنو. النظريه الاولى بتفسر الكلام بتاع الالرجيك رياكشن بانه شنو انه في الدونر بلازما في شنو في فورين بروتين اللي هو الالرجين، الفورين بروتين ده ضده بيكون في شنو بيكون في اميونوغلوبولين اي اللي هو الاي جي اي او الاميونوغلوبولين جي او الاثنين مع بعض. المهم ده الانتيبوديز بتكون موجوده في البيشن بلازما بتفعل، يعني شنو يعني انه الدونر ده في البلازما بتاعته في شنو في انتيبوديز اللي هو سوري في انتي في بروتين فورين بروتين بروتين قريب اللي هو شنو اللي هو الالرجين. الالرجين ده بنلقى انه هو شنو انه هو ضده في انتيبوديز في في شنو في البلازما بتاعت البيشن. الانتيبوديز دي عباره عن تايب اي جي اي او تايب اي جي جي، المهم انه الاثنين دول بيتفاعلوا مع بعض. وفي نظريه تانية الايه هنا معكوسه في النظريه التانية انه الدونر في البلازما بتاعته بيكون في شنو بيكون في انتيبوديز اللي هو اي جي اي او اي جي جي او الاثنين مع بعض. الاي جي جي او الاي جي اي ده بيلقى الانتيجينات او الالرجينز اللي بيرتبط معاه في شنو في البيشن بلازما، يعني بس عكس بعض. في النظريه الاولى بيقولوا انه الدونر في البلازما بتاعته
في فورين بروتين اللي هو الالرجين. الالرجين ده ضده في انتيبودس موجوده في شنو في البيشن بلازما، في حين انه في النظريه الثانيه هم قالوا انه شنو انه الدونر في البلازما بتاعته بيكون في شنو في انتيبودس اجينس ات في الالرجين. الالرجين ده وين في البيشن بلازما. عموما بيلاقي انه الهيستامين بيعتبر شنو بيعتبر البرايمري ميدياتر اوف الالرجيك ريسبونس، يعني هو الميدياتر بيظهر في الحاله بتاعت الالرجيك ريسبونس هو الهيستامين. والهيستامين ده بيحصل له ريليز متين لما الالرجين يرتبط مع منطقه معينه في الانتيبودي ويقوم يكون كومبلكس. الكومبلكس ده طبعا بيكون قاعد وين؟ المفروض يكون قاعد في الاسطح بتاعت التيشو ماست سيل. طيب حصل ارتباط والكومبلكس قاعد في الماست سيل سيرفيس، الماست سيل بدوره هيقوم يعمل ريليز للهيستامين. الهيستامين بيقوم بيزيد من شنو من الفاسكولار ديليشن من البرمابيليتي، يعني بيزيد من نفاذية الأوعية الدموية ومن وبيعمل ديليشن برضو للفيزل، فبالتالي بيسمح لإنه شنو إنه الفاسكولار فلويدز إنه يحصل له إسكيبين إنتو ذا تيشو، يعني الفلويدز اللي موجودة في الفيزل في الفيزلز تمشي إلى الأنسجة. فالحاجة دي بتقوم بتسبب سوالين وكمان يحصل حالة بتاعت إتشين. ضيف على ذلك طبعا إنه في ميدياترز ثانية غير الهيستامين. الميدياترز الثانية اللي بتساهم في الالرجيك رياكشن هما طبعا الليكوتيرينز، وديل كمان بيعملوا وبيشتغلوا بصورة أقوى مقارنة بشنو بالهيستامين. إذن عرفنا إنه شنو إنه الالرجيك رياكشن يقدر إنه يحصل بصورة مايلد اللي هو بشكل بتاع ارتكاري أو بصورة سيفير ويكون لايف ثريتن اللي هو بسموه بالأنافلاتيك، وعندنا معاهم أنافلاتويد. فنجي نشوف الفرق بينهم والمقصود بهم شنو. عموما الأنافلاتيك والأنافلاتويد رياكشن بيعتبروا من ضمن الإميديات هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. الحاجة الثانية إنه شنو إنه الأنافلاكسس عموما بتراوح لنا من حالات بتاعت مايلد ارتكارية، يعني حاجة خفيفة وكده بشكل بتاع حكة، ليشنو ليه حالة خطيرة الأوبريراتس، ليشنو ليه سيبير شوك ودس، يعني حالة خطيرة شديد ويحصل سيبير شوك والبيشن يموت. عموما في مجموعة من الأورجانس ممكن تتأثر في الحالة بتاعت الأنافلاكس الأنافلاتيك رياكشن اللي هو زي اللنجز والبلود فيزلز والنيرفز والإسكين والجي اي تي. عموما الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن مقسمينهم لأنافلاتيك ولأنافلاتويد رياكشن. الأنافلاتيك رياكشن ده بيحصل في بيشن عنده ديفيشنسي في شنو في الاي جي اي انتيبوديز، وفي نفس الوقت البيشن ده هو عنده ديفيشنسي في الاي جي اي انتيبودي وعنده شنو عنده انتيبودي اجينس شنو اجينس السبيسيفيك اي جي اي، يعني هو ما عنده حاجه معينه بيكون بيكون انتيبوديز اجينس ات لانه هو ما عنده الحاجه دي. في حين انه في الانافلاتويد رياكشن بنلقى البيشن انه هو عنده كميه طبيعيه من شنو طبيعيه من الاي جي اي انتيبوديز، لكن برضو استيل عنده شنو ليميتد تايب سبيسيفيك انتي اي جي، يعني برضو عنده شنو عنده كميات بسيطة من شنو من الـ IgA antibodies اللي ممكن تتفاعل مع شنو مع الـ light change سواء كان كابا أو لامدا of the donors IgA antibodies. عموما بنلاقي انه في two features بميزوا لنا الـ anaphylactic والـ anaphylactoid reaction من شنو من الأنواع الثانية بتاعت الـ transfusion reaction. number one انه شنو انه في الـ anaphylactic والـ anaphylactoid reaction fever is absent، يعني شخص ما بيعاني من اي شنو من اي fever، ما بيكون في اي زيادة بدرجة حرارة جسمه. الحاجة الثانية إنه شنو إنه الكلينيكال ساين والسيبتومز بتظهر بصورة سريعة، وكمان بعد ما يحصل نقل لكميات بسيطة من البلد أو البلازما أو البلازما كونتينين بلد كومبوننتس. إذن الكلينيكال ساين والسيبتومز occurs after transfusion of just a few milliliters of the plasma or plasma containing blood components. إذن قلنا إنه شنو إنه حاجتين اللي بتميز الأنافلاتيك والأنافلاتويد رياكشن إنه شنو إنه هما ما فيهم فيبر، والحاجة تاني إنه الأعراض عشان تظهر ممكن تظهر بمجرد ما نحن نعمل نقل لكميات بسيطة جدا في يوم مليليترز من شنو من البلازما أو البلازما كونتينين بلود كومبوننتس. فلما نجي نتكلم عن الباثو فيسيولوجي بنلقى إنه شنو إنه الأنافلاتيك والأنافلاتويد رياكشن بالغالب بيفسروا السبب بتاعهم شنو إنه في IgA antibody deficiency، يعني في شخص عنده IgA deficiency اللي هو البيشن بيكون بيكون anti-IgA antibodies. الكلام ده بيحصل كيف؟ عن طريق sensitization from transfusion or pregnancy.
يعني في شخص هو اصلا عنده نقص في الاي جي انتي بودي، وقاموا نقلوا له بلود مثلا قبل كده، فالبلود ده كان فيه شنو اللي هو البلازما، كان فيه هو اي جي اي انتي بودي، فبقوم بيكون انتي اي جي اي انتي بوديز، عشان كده بيقوم بيخش في حاله بتاعت شنو لما يقولوا له ليتر اون بلود تاني، بيخش في حاله بتاعت انافلاتيك او انافلاتويد رياكشن. نجي بعد كده نتكلم عن الترانسفيوجن اسوشيتد سيركولاتوري اوفرلود. عموما الترانسفيوجن اسوشيتد سيركولاتوري اوفرلود المقصود به انه يكون في سيركولاتوري اوفرلود، اللي هو شنو is a circulatory overload occurs when the volume of the cardiopulmonary system is excessive. إذن الترانسفيوجن associated circulatory overload المقصود به إنه يحصل إنه يكون في excess blood في circulation، يعني يكون في كمية كبيرة من blood في circulation، والحاجة دي بتكون بتعمل مشاكل طبعا، والبيشن اللي هما طبعا at risk، الأطفال، ال elderly patient، والبيشن اللي عنده cardiac disease، وبيشن عنده ثلاسيميا او عنده سيكل سل ديزيز. فلما نيجي نشوف الباثوفيسيولوجي بالنسبه للترانسفيوجن اسوشييتد سيركيولاتوري اوفرلود، بنلقى انه الموست فريكوينت السبب الاكثر شيوعا او المسبب الرئيسي للترانسفيوجن اسوشييتد سيركيولاتوري اوفرلود انه بيحصل نقل لشنو لليونت بسرعه، يعني يحصل نقل لليونت ب too fast rate at rate، يعني انت بتنقل البلد بسرعة شديد بسرعة عالية شديد، فعشان كده بيقوم بيحصل هايبر فوليميا، بيحصل زيادة في شنو في البلد في البلد سيركيليشن بتاع البيشن، والحاجة دي ممكن تؤدي لشنو ممكن تؤدي لكونجستيف هارت فيلير لبلمونري اديما، والكلام ده ممكن يكون ريفيرسبل او ريفيرسبل، يعني ممكن يكون راجعي او غير راجعي. عندنا تاني في transfusion reaction اللي هو الالوميونيزيشن. الالوميونيزيشن المقصود به شنو؟ الالوميونيزيشن may result from better exposure to donor blood components as an adverse effect of the blood component transfusion. الالوميونيزيشن is a significant complication. يعني عموما احنا لما نقول الالوميونيزيشن قصدنا انه شخص يتعرض لانتيجين غريب لاول مرة، فيقوم يتعرف على الحاجة الغريبة دي منو ويقوم يكون انتبودس اجينس ايد. الكلام ده ممكن يحصل نتيجة اللي انه شو انه شخص ده نقلوا له بلد قبل كده، وفي البلد ده كان في انتجين غريب عنه فقام يتعرف عليه وكون ضده انتبودس، او مثلا ممكن يحصل نتيجة للمالتبول بريجنسي، وبرضه ممكن في الحالة دي الام تتعرف على انتجينات غريبة مختلفة عنها جاتها من شنو من الفيتوس أثناء الولادة، فتقوم تكون أنتيبوديز ضدها، فيحصل حالة بتاعت الاميونيزيشن. فالحالة دي خطيرة شديد ومهمة شديد ولازم ننتبه لها، تمام، لأن هي من ضمن significant complication. ففي الحالات دي بنلقى إنه شنو إنه نحن حتى لو نقلنا كميات بسيطة شديد من الدونر بلود، فالكميات البسيطة شديد من الدونر انتيجينك RBCs كافية لأنها تعمل الاميون ريسبونس. فالمشكلة الأساسية بتكون شنو في الحالات دي، يعني مثلا الناس اللي بيكونوا عندهم ثلاسيميا عندهم سيكل سيل أنيميا، دي اللي بيحصلوا لهم بيحصل لهم نقل للبلود بصورة ريجولر، يعني طبيعي انه شنو انه دائما حيكونوا في حالة بتاعت بلود ترانسفيوجن، فكل مرة انت بتنقل لهم بلود ما مهما كان في درجة تطابق في درجة بتاعت تطابق استيل برضو حيكون في درجة بتاعت اختلاف، ودرجة الاختلاف دي حتخلي انه يكون في انتيجينات غريبة في انتيبوديز حتكون ضد الانتيجينات دي. فبالتالي شنو كل ما الترانسفيوجن يتكرر كم مرة حنلقى انه شنو انه في انتيبوديز كثيرة بدأت تتكون ضد الانتيجينات دي، فبالتالي حيكون من الصعب جدا انه نحن نلقى الكمباتابول RBCs المناسب لشنو للبيشن. فلما نجي نتكلم عن الباثوفيسيولوجي بنلقى انه شنو يعني ما البني ادمين ديل لو جبنا اثنين نفرين بنلقى انه مستحيل يكونوا عندهم السيم جينيتيك انهيرتنس، ما لم انهم يكونوا ايدنتيكال توين، يعني بس التوائم المطابقين التوائم المطابقه ديل هم مطابقين، ديل هم اللي بيكونوا مطابقين بنسبه 100%، لكن البني ادمين العاديين ديل حتى لو كانوا اخوان حيكون في درجه بتاعت اختلاف من ناحيه الجينيتيك انهيرتنس. فبالتالي شنو فبالتالي كل شخص
لما يعملوا له نقل للبلوت حيكون في درجة بتاعت اختلاف من ناحية الأنثيين، يعني حيكون في أنثيين غريب عنه احنا نقلنا له الأنثيين ده عن طريق البلوت كومبوننت ترانسفيوجن او عن طريق التيشو ترانسبلانتيشن او عن طريق البريجنسي، وده اللي حيقوم يعمل لنا شنو، حيخلي الجهاز المناعي يقوم ينتج الالو انتيبودي، اللي طبعا الالو انتيبودي دي في الحالة بتاعت الفيرس اكسبوشر يعني شخص لما ينقل له بلوت مثلا لأول مرة طبعا حيكون في أنثيينات غريبة، الانتجينات الغريبة دي حيتم التعرف عليها أول شيء، بعد ذاك حيتم عندي أنتيبوديز ضدها وحيتم تكوين الميموري سيل اللي هي الميموري الليمفوسايت، حتحتفظ بشنو بجزء من تركيبة الانتجينات دي عشان بعدين في السكند إكسبوشر يحصل إنتاج للأنتيبوديز بصورة سريعة. ففي الحالة بتاعت الفيرس إكسبوشر لما الشخص يتعرض لانتجين غريب لأول مرة بيحصل إنتاج بكمية مودريت يعني من شنو من الاي جي ام والاي جي جي ده في الفيرس اكسبوشر، لكن الكميه اغلب بتكون من الاي جي ام، الاي جي جي بيكون نسبته بسيطه شديد. اما في الحاله سيكندر اكسبوشر يعني شخص لما يتعرض لنفس الانتيجين ده للمره الثانيه في الحاله دي بيحصل انتاج بصوره سريعه لكميات كبيره من الاي جي جي انتي بودي، وبنلقى انه شنو انه بيحصل زياده في الاي جي جي انتي بودي بعد الاكسبوشر اللي هو شنو في first two day يعني بعد ما الشخص يتعرض تاني للمرة التانية لنفس الانتيجين في خلال يومين من إعادة التعرض بنلقى انه بيحصل انتاج لشنو للIgG antibodies بنسبة كبيرة شديد. الانتيبوديس اللي تم انتاجها دي بتقوم بترتبط مع شنو مع الانتيجينك سيرفيس وبتقوم بتعمل interaction مع شنو مع الكمبليمنت سيستم، يعني ده بتعمل اكتيفيشن للكمبليمنت سيستم او تعمل اكتيفيشن للريتيكول اندوثيليال سيستم اللي هو يعني يا يحصل الديستركشن بتاع الار بي سيز اكسترا فاسكولاري او انترا فاسكولاري. اخر شيء حنتكلم عنه في الورشه دي اللي هو شنو اللي هو ترانسفيوجن اسوشييتد درافت فيرس هوست ديزيز، ده عموما نوع من الترانسفيوجن رياكشن هو عموما نادر شديد يعني ما بيحصل بصوره شائعه نادر شديد، لكن لو حصل بيكون شنو بيكون خطير شديد وكمان ممكن يكون قاتل، يعني ممكن الشخص يروح فيها. وكمان هو في المشكلة انه شنو انه هو في اغلبية الكيسز اللي هو حوالي 90% من الكيسز الرياكشن ده لو حصل بيكون قاتل بالنسبة للبيشن. طيب بيحصل متين، بيحصل لما شنو it occurs when donor lymphocytes are transfused to a severely immunocompromised individual، يعني احنا نعمل نقل لشنو نقل للدونر lymphocytes لبيشن البيشن ده هو severe immunocompromised individual، يعني الشخص ده الجهاز المناعي بتاعه متدهور شديد عنده حالة بتاعت نقص في المناعة، فنقوم نحن نقول له شنو نقول له donor lymphocytes، فبالتالي حيخش في حالة بتاعت شنو transfusion associated graft versus host disease. ليه؟ لانه شنو لانه الدونر ليمفوسايتس اللي تم نقلها دي بتمشي تتفاعل ضد الريسيبيانت تيشو، فبالتالي حيظهر مجموعه من السيمبتومز على البيشن اللي هو من ضمن السيمبتومز الفيفر انه يحصل سكين راش او انه يحصل دياريا او انه يكون في بومر فيلير خلال 7 إلى 10 أيام من بعد الترانسفيوجن. فعموما لما احنا نجي نعرف ونتاكد انه البيشن ده هو اميونو كومبرومايزد فلازم في الحالة دي ما قبل الترانسفيوجن لازم نعمل شنو إراديكيتد سيلولر بلوت كومبوننت، يعني لازم نتخلص من الوايت بلس سيلز اللي هو عن طريق الإراديكيشن عشان ما ندخل الزول في مشكلة بتاعت جرافت فيرس هوست ديزيز. عموما الناس اللي هم ات ريسك ديل منو اللي هم شنو الانديفيديوز او البيشن اللي بيكونوا عندهم كونجيتينال اور اكويريد اميونيتي ديفيشنسي، الفيتوس والانفانتس اللي عمرهم اقل من 4 شهور، كذلك الريسيبينت اللي بيستقبل البلد من شنو من فيرست أو سكند ديجري ريليتيفز، يعني في شخص كان عنده شنو نقص في المناعة بتاعته سواء كان بصورة متوارثة أو بصورة مكتسبة، الفيتوس والإنفانتس اللي عمرهم أقل من 4 شهور دي أصلا مناعتهم بتكون ضعيفة فما بيستحملوا إنه أنت نقول لهم دونر ليمفوسايد أبدا، كذلك مستقبل أو ريسيبينتس كان عملوا له دونيشن من شنو من فيرس يعني شخص قريب من العيلة بتاعته فيرس أو سكند ديجري ريليتيفز. عموما الريسيبينتس ديل إحنا في الحالة بتاعتهم لما نعرف إنه والله ده عنده كونجيتينال
اميون ديفشنسي المعني او اكويريد اميون ديفشنسي معين، فلازم ناخذ في اعتباراتنا انه لازم نتخلص من شنو، نتخلص من الوايت بلسز بتحديد الامسايد، لازم نعمل ايراديكيشن عشان نتخلص من الوايت بلسز ونقلل من الريسك بتاع انه يحصل ترانسفيوجن اسوشييتد جرافت فيرس هوست ديزيز. بكده خلصنا الورشة دي والحمد لله.